الأستاذ الدكتور محمد موسى، دكتوراه واستشاري علاج آلام العمود الفقري، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري ومدرس علاج الألم، كلية الطب جامعة المنصورة، استشاري آلام العمود الفقري بالتدخلات المحدودة. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم العلاج، المتخصص في علاج الألم، في مشاكل العمود الفقري وغيرها. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي قوي. خلي بالكم أن التعامل مع الرقبة فيه تهور من ناس كتير قوي. التهور ده بيبدأ بحركات جنونية وبرضو بتصرفات همجية بهلوانية، أحيانا غرضها الاستعراض والظهور في السوشيال ميديا بشكل الأبطال، وفي النهاية النتيجة بتكون وخيمة. مثلا هديكم أمثلة. هنشوف فيديو دلوقتي للعبة للأسف منتشرة جدا بين الأطفال اللي هي الترامبولين. الفيديو ده في منتهى الخطورة، بيوريك في لحظة إصابة خطيرة جدا. الولاد الصغيرين يا جماعة بيحبوا اللعبة دي جدا. مرة دخلت مكان في اللعبة دي بتتباع في ستور كده، في موجود في مول من المولات، وكنت بشتري حاجة، فلقيت إن الولاد بيلعبوا على اللعبة دي كده، يعني قبل ما تتباع محطوطة، كل اللي داخلين الستور بيتفرجوا على أي حاجة، بيلعبوا على اللعبة دي بدون ما حد يقول لهم أنتوا بتعملوا إيه. وطبعا الولاد فرحانين وأهلهم سايبينهم، وحتى يعني هيبقى جنبه بيعمل إيه. في اللحظة البنت ممكن تشل أو يحصل لها كسر في فقرات العنق، أو على أسوأ تقدير ممكن تفضل لفترة طويلة بتعاني. حركة تانية الطقطقة، في قصة لهادر برانت ده عنده 28 سنة، من بيطقطق رقبته في ثانية جاله شلل، جاله سكتة دماغية، أثر على شريان، دمر شريان واصل للمخ، وبالتالي جاله سكتة دماغية وشلل نصفي. خلاص ده مفيش مش هيتحل. شلل نصفي اللي بيبوظ في المخ أو في الجهاز العصبي لا يعود مرة أخرى. ده هادر. في بنت تانية دخلت، دي نصيبة سودة بقى، بنت تانية اسمها بلات، سارة بلات. سارة بلادي دخلت في تحدي على تيك توك، معرفش اسمه ايه، التحدي تكسير مش عارف. المهم يعني جالها برضو مشاكل خطيرة جدا في رقبتها، وبتعاني منها حتى الآن، ونايمة يعني شبه قاعدة بسبب تهور جنوني. الألام كتير بقى، يعني هنسمع من ضيف العزيز كتير من الألام بتاعة الرقبة سببها التهور، سببها الجنان. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم القدير في عالم العمود الفقري وعلاج الألم، الأستاذ الدكتور محمد موسى، استشاري ودكتور علاج آلام العمود الفقري كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري المدرس لعلاج الألم بكلية الطب جامعة المنصورة، استشاري آلام العمود الفقري بالتدخلات المحدودة. أهلا بيك يا دكتور. ربنا حضرتك دكتور أيمن، منورني. ربنا يخلي حضرتك. أنت هتحكي لنا أكتر، هتحكي لنا أكتر مشاكلكم، مشاكل الرقبة دي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا يعني آلام الرقبة والصداع من أكتر الحاجات اللي بنقابلها يعني عندنا في التخصص بتاعنا، وخاصة الآلام المزمنة. أكثر الآلام طبعا بيبقى سببها حدوث الانزلاقات الغضروفية العنقية، زي ما حضرتك تفضلت، إذا كانت من حمل الأشياء الثقيلة أو حركات خاطئة أو ضعف العضلات، وبيجي طبعا لكل الاعمار. وبتبقى مشكله مزمنه ان بيبقى في الام شديده في الرقبه، ممكن تسمع في منطقه لوح الكتف احيانا، الالم كله جاي في منطقه لوح الكتف، والمريض يعمل الشكوى كلها جايه في كتفه، يعمل اشعه على كتفه، ما فيش في باثولوجي، ما فيش في مشكله، المشكله كلها جايه من رقبته. احساس بالتنميل في الدراع، الام في التقلصات في الدراع، ده بيبقى سببه ان في انزلاق غضروفي عنقي او انزلاقات متعدده هي اللي مسببه الالام الشديده، او برضو في حالات كتير بتشتكي من صداع، بيبقى المشكله كلها جايه من الرقبه. وبيعمل كل الفحوصات والتحاليل وكده، كل الشكوى جايه من رقبته. بنعالج الانزلاقات اللي موجوده في الرقبه او الالتهابات اللي موجوده في الرقبه، خاصه اذا كانت التهابات مزمنه او في تاكل في المفاصل الموجوده في الرقبه، المشكله بتتحل والاعراض بتتحسن والالام المبرحه دي بتتحسن بنسب مرضيه جدا يعني. فطبعا بدايه احنا طبعا الشكوى بتاعه المريض اللي هو الم في رقبته والالم مسمع في دراعه او مسمع في روح الكتف، ومع المجهود وبياخد مسكنات بقاله فتره ومش مستريح، نبدا نعمل اشعه متقدمه لاشعه الرنين، يبان ان في انزلاقات موجوده في الفقرات العنقيه.
او بروز لامس العصب ومسبب الالام الشديده. يعني انا جات لي بنت كانت في يمكن في اولى ثانوي، دي لسه قريب، والبنت حياتها واقفه وما بتروحش المدرسه وبدات بالبرامج، كانت متفوقه جدا ورانين في انزلاقات متعدده وتنميل في ايديها، مش عارفه تكتب. وطبعا الحل الجراحي كان حل مستبعد بالنسبه لها عشان تعمل جراحه متقدمه في رقبتها، وخاصه انها تبقى انزلاقات متعدده، فيضطر ان هو يحط شريحه ومسامير ويثبت. عملنا لها اجراءات تداخليه محدوده اللي هو التردد الحراري، وحقنا في المنطقه ما قبل الام الجافيه ادويه مذيبات للالتصاقات مضادات للالتهاب، اتحسنت بنسبه مش اقل من 95%. كل الاعراض اتحسنت، رجعت وبدات تكتب، كل الالم اتحسن من اول، يعني مش عايز اقول حاجه، يعني في خلال شهر تقريبا كل الاعراض اتحسنت. فالنتائج في الانزلاقات بتاعه الرقبه او في الرقبه تحديدا بتبقى النتائج مرتفعه جدا. يعني ايه اسباب الام الرقبه؟ يعني ليه بيحصل كل الناس بتشك من الم في رقبتها؟ هو طبعا اكثر الاسباب هو ضعف العضلات، القعده بشكل مش صحيح خاصه على الكمبيوتر او اللاب مع السواقه لفترات طويله، شيء للحاجات الثقيله زي ما حضرتك شايف دي صوره لانزلاقات غضروفيه عنقيه متعدده المستويات، والمريض بيلف وبياخد مسكنات وبيعمل الاجراءات كلها مفيش تحسن. فبيبقى الاجراءات التداخليه المحدوده بتبقى يعني هي الحل الامثل يعني، والنتائج بتاعتها زي ما قلت حضرتك بتبقى النتائج مرتفعه جدا. ده صوره تحت جهاز الاشعه، احنا عاملين اجراءات تداخليه محدوده على المفاصل المغذيه او الملتهبه، وبيبقى في اعصاب صغيره بتغذيها، فبنعمل عليها موجات تردديه نابضه اللي هو التردد الحراري عشان يعالج الالتهابات على الاعصاب. برضو الصوره نفس الكلام، بنوصل تحت جهاز الاشعه في حته معينه على المكان اللي معدي فيه العصب المغذي للمفاصل الملتهبه، ودي صوره برضو اللي حقن تحت جهاز الاشعه في المنطقه ما قبل الام الجافيه. طبعا بنعمله بشكل يومي يعني، لكن النتائج بتاعته بتبقى نتائج مرتفعه جدا يعني، وبيحل المشكله. وانا عندي حالات يمكن بقى لها 10 سنين و11 سنه وعاملين الاجراءات، والنتائج يعني اتحسنت على طول، يعني النتائج مرتفعه ومستمره. مع المحافظه بقى ان هو ما يشيلش حاجات تقيله وكده الامور بتتحسن. امتى يكون الم الرقبه مؤشر خطر يقول المريض الحق لازم تكشف بسرعه؟ إذا كان الألام اللي في الرقبة دي بدأت تسمع في دراعه، إحساس بالتنميل، التقلصات، ألم اللي هو ماسك الدراع من أوله لآخره، وألم غير محتمل وما عادش خلاص بيستجيب للمسكنات. يعني إحنا برضو المسكن في الآخر هو حاجة بتسكن الألم، هي ما بتحلش المشكلة. في حالات أنا عايز أقول حاجة، حتى في انزلاقات كانت انزلاقات كبيرة يعني غضروف كبير وضغط على العصب، وعملنا الإجراءات التداخلية، دي صورة الإجراء التداخلي اللي هو التردد الحراري على جذور الأعصاب طبعا تحت جهاز الأشعة. عملنا الإجراءات التداخلية وعرفنا المريض إن في حل جراحي موجود. كل المرضى عندنا في الإجراءات التداخلية بعرفوا إن في حل جراحي موجود، إحنا بنعمل إجراء بديل. لو الغضروف صغير أو الانزلاقات صغيرة هيبقى النتائج مرضية جدا، حتى لو الانزلاقات كبيرة التحسن بيبقى بنسب معقوله. طبعا مع حسب مع يعني درجه تقدم الحاله، لو غضروف كبير وقافل على القناه العصبيه بنعمل الاجراء كحل بديل للجراحه وبنشوف الاستجابه ايه. والله لو الامور اتحسنت والامور استقرت وبعد كده بدا يعمل تمارين تقويه والغضروف بعد شويه عن العصب مش هنلجا للجراحه، لكن الجراحه طبعا لها دواعي معينه موجوده، ولازم نعرف المريض ان ده اجراء الاجراءات التداخليه هي اجراءات بديله وليست اجراءات نهائيه. في حالات بتبقى اجراءات نهائيه اذا كانت الانزلاقات صغيره، لو كانت الانزلاقات متعدده ومشكله مزمنه وهو المريض رافض الحل الجراحي بتبقى اجراءات في الوقت ده نهائيه او شبه نهائيه. لكن الاجراء الجراحي لا احد ينكره، هو اجراء موجود للدواعي بتاعته والدواعي القصوى بتاعته، واحنا يعني دورنا ان احنا نبعد المريض عن الاجراء الجراحي او نخليه اخر ستيب. لكن يعني هو مش نبعده، يعني هو يعني المقصود انه في حالات تستفيد من التدخلات المحدوده بالزبط. وفي حالات ثانيه لا بد لها من اجراء جراحه بالظبط تناسبها التدخلات المحدوده زي ما قلت لحضرتك، او في حاله رفض المريض الاجراءات الجراحيه. لكن لازم بنعلم المريض ان في اجراءات جراحيه لها دور ودور كبير كمان في الحالات اللي هي محتاجاها وتناسبها. طيب هروح بقى للانزلاق القطني، ده انزلاق مشاكل في الظهر، نروح لتحت شويه. ايه اللي يخلي بني ادم ظهره يوجعه؟
برضو هي الانزلاقات القطنية زي ما احنا اتكلمنا برضو مع حضرتك كتير قبل كده، يعني اكثر الاسباب برضو حمل الاشياء الثقيلة والوزن والضعف العضلات، واكثر طبعا شكوى بيعاني من المريض الالم اللي هو يمسك من اول رجل لاخرها، اللي هو الاسم الدارج عند الناس اللي هو عرق النساء. لكن هو طبعا هو انزلاق غضروف لامس العصب، والعصب ماسك يبدا بقى الاعراض بتاعته اللي هو الم يمسك الرجل من اولها لاخرها، واحساس بالتنميل، التقلصات، صعوبه في الحركه والمشي. طبعا احنا يعني برضو بعد فحص المريض ورؤيه الاشعه المتقدمه بنشوف حجم الغضروف قد ايه، حجم الليفرز او المستويات بتاعه الانزلاق دوت، لو في ضيق في القناه العصبيه، وبنعرض عليه الحلول اذا كان بنبدا بالادويه، الحاجات التحفظيه، مضادات الالتهاب، لو مش مستريح في اجراءات جراحيه بنعرض عليه برضو ان في اجراءات جراحيه زي اللي هي جراحات الشرايح والمسامير والتثبيت، اذا كان في دواعي للاجراء الجراحي اللي هو سقوط الادم او عدم تحكم في التبول، لو مش موجود بيبقى الاجراءات التداخليه المحدوده زي التبخير والشفط والمنظار، مع عمل الاجراءات التداخليه اللي هو التردد الحراري عشان يحل مشكله الالم اللي في الظهر. التردد بيحل مشكله الالم، بنعالج بيه الالتهابات على المفاصل، بنعالج بيه مفاصل الحوض لو في التهاب عليها، جذور الاعصاب الملتهبه بنعالجها بالموجات الترددية النابضه، مع حقن الادويه المذيبات للالتصاقات عشان تداوي الالتهابات وتفك الالتصاقات على الاعصاب. لكن لابد من عمل الاجراءات التداخليه المحدوده العلاجيه، لان بتظل مشكله الاعراض حتى لو احنا عملنا اجراءات للالم بتظل مشكله الاعراض موجوده. فانا لازم بعمل اجراءات تداخليه محدوده زي التبخير. التبخير دوت بيبقى نوع من انواع الليزر، بيعمل زي قنوات كده جوه الغضروف، فبيخلي الجزء البارز من الغضروف يبعد عن العصب، فبيخف الضغط على العصب، فبيريح العصب ويريح الالم، وبالتالي مشكله الاعراض بتتحل. ودي بتبقى مشكله كبيره جدا للمريض، يعني هو الالم ارتاح لكن تظل مشكله الاعراض، يقول لك انا مش عارف امشي، مش عارف اقعد. فالاجراءات التداخليه المحدوده لا بتحل مشكله الاعراض، لانه بيخف الضغط، بيخف الجزء اللي ضاغط على العصب، فالعصب بيرتاح، فالالم بيرتاح، والاعراض بتتحسن. احنا الاجراءات برضو نسب التحسن، طبعا الفرق انا هختار التبخير امتى، ده اجراء طبعا للتبخير زي ما حضرتك شايف كده الفيديو، ده اجراء اللي هو التبخير، وكان انزلاقين وكانت بنت صغيره وعامل لها الم مبرح في رجليها، هو بيحجم الديسك زي ما قلت لحضرتك، الجزء البارز بيبعده شويه لانه بيخلق سبيس جوه الغضروف وبيعمل زي قنوات، فبيخلي البروز يبعد، فالعصب بيرتاح والاعراض بتتحسن. انا هختار الاجراء امتى، هو ده بقى الفكره، يعني غضروف صغير، بروز صغير، لو الانزلاقات متعدده وحاجه ضغط قوي على الاعصاب بنعمل الشفط، لو حته منفجره بنضطر نشيلها بالمنظار. فلازم اختيار الاجراء يناسب المريض. طب الشفط ده بيتم ازاي؟ الشفط ده برضو في فيديو هيجي دلوقتي، اللي هو ابره وتحت جهاز اشعه وبنوصل، والشفط هو او الديكمبريسور ده حاجه بتاخد من نواه الغضروف، بتشيل من نواه الغضروف عشان يقل الفوليوم. بالظبط. بس ده كله لازم الغضروف يكون سليم انتكت من بره. بالظبط. لازم الغضروف يكون سليم. ولكن برضو خلينا كلام حضرتك، احنا كلينيكالي من كتر يعني الحالات اللي بتعاني وان احنا بنبقى عايزين نشوف حلول للمشكله دي، خاصه مع رفض المريض للجراحه، او في حالات مش يعني ناس كبار في السن وعنده مشاكل في القلب وعامل قسطره او بيغسل او، فهو مش هتنفع الجراحه، وحتى الجراحين نفسهم رافضين ان هو يعمل له الجراحه. وزي ما قلت لك احنا بنوضح للمريض ان في حلول جراحيه ولكن حضرتك رافضها، او الجراح نفسه رافضها، او فانا بضطر اعمل اجراءات تداخليه بنسب في بعض الحالات المتقدمه، فممكن عشان الالم، عشان الالم. في الحالات اللي زي كده انا هعمل تردد، ممكن ما يبقاش نتائجه مرضيه قوي، فبضطر اعمل اجراءات تداخليه، خاصه لو زي ما حضرتك بتقول الديسك لسه انتكت وكده، فبيبقى النتائج بتاعتها مرضيه او بترفع من النتائج بتاعتي، بتحسنها، بدل مثلا تبقى 50 تبقى حوالي 70 80، وده بيبقى مرضي للمريض ان الالام المبرحه اتحسنت عن الاول، وبنوسع القناه شويه بنسب معقوله. المنظار بقى، المنظار طبعا هو ليه الدواعي بتاعته برضو زي ما قلت لحضرتك، ان هو لو ديسك منفجر يعني حته بقى كبيره خرجت، وخرجت من الغضروف وقافله على العصب، وبدا يبقى في الم شديد في رجليه زي ما حضرتك شايف جزء كبير خارج، فده مش هينفع له ولا تردد ولا شفط ولا تبخير، ده مش هينفع، ده حته لازم تتشال لانها خانقه العصب، وبالتالي احنا لما بنشيل الحته دي وبيتحرر العصب الالم بيرتاح والاعراض بتتحسن، لكن برضو مع المحافظه. الاجراءات عندنا، لان انا برضو الفتره الاخيره يمكن بعمل اجراءات، المريض تاني يوم بيتحرك ويمشي، يعني انا عامل اجراء لسه المريضه، واحنا طبعا كنا يعني عرفناها، بنعرف المريض المحظورات، يعني انت على الاقل بترتاح 3 ايام لخمس ايام بعدها. عملت الاجراء بعدها بساعتين، كانت مسافره على سلم الطياره وهي كانت مستعجله، فقالت لناش على ان هي مرتبطه بمواعيد حجز طيران وكده، ف وسافرت
ما شاء الله. انا قصدي انا قصدي حضرتك ان احنا في الحاله المناسبه ليه الحالات المناسبه مع المحظورات يعني لان طبعا كل ما بيرتاح المريض في الاول اكتر كل ما التحسن والنتائج على المدى البعيد بتبقى اسرع لان هو العصب ده نسيج حساس جدا فبياخد وقت قبل ما يتعافى. هو بيحس براحه في الاول وان الالم يخف لكن لحد ما يوصل لمرحله التعافي ان الاعراض تتحسن وان العصب يقوم بوظيفته والاعراض نفسها تروح ده اللي بياخد مننا وقت شويه. الكلام ده مفهوم ليكم جدا ان احنا في زي اختيارات عديده الاختيارات دي طبقا للحاله. في حالات لابد لها من جراحة، في حالات هتستفيد من كل التدخلات المحدودة، في حالات هي انديكيتد ليها جراحة بس في جنرال كونديشن، في حالة عامة تمنع التدخل الجراحي بالتخدير وخلافه، الجسم مش هيستحمله، يعني سن كبير جدا تسعينات مثلا ولا تمانينات والقلب فيه مشاكل التنفس مش هينفع يتخدر انكومباتبل ان هو يتخدر، فهنا بندخل بالاساليب دي بحيث انه ما يحسش بالم وفي نفس الوقت نوفر له اصلاح. في حالات بقى تستفيد جدا لما يكون في الاول والمساله فيها عيوب معينه علميه انتوا مش هتفهموها، الاشعه هي اللي هتوضحها لنا، هنعرف الاسلوب الامثل ليها ايه سواء بقى بالتردد الحراري او بالشفط او بالتبخير. خلينا اكمل لك الساتيكا عرق النسا بقى. ايه عرق النسا؟ عرق النسا زي ما قلت لحضرتك اللي هو انزلاق غضروف لامس العصب، هو الاسم الدارج عند الناس لكن هو المشكله ان انزلاق او غضروف ظهره لامس العصب مأثر على الرجل يمسك من منطقه الاليا لحد الصوابع، احساس بالتقلصات فبيبقى مسبب الم شديد طبعا للمريض خاصه لو في اعراض زي ما احنا شايفين كده في الصوره، يعني الجزء اللي هو ماسك الرجل من اولها لاخرها. فاحنا طبعا لما بنعالج الجدر بتاع العصب او بنخف الضغط على العصب سواء بالاجراءات التداخليه او بنشيل الجزء اللي ضغط على العصب مع عمل التردد وحقن الادويه المذيبات للالتصاقات، بس لازم زي ما قلت بنعالج الجزء المنزلق من الغضروف الاعراض بتتحسن والالم بيخف. ويعني برضو انا عايز اقول لحضرتك حتى في الاجراءات التداخليه المحدوده لان احنا برضو يعني بيجي لنا حالات معقده جدا ورفض الإجراء الجراحي وقد تكون انزلاقات كبيرة وضغطة على الأعصاب وبدأت تأثر على الحركة والمشي والمريض رافض الإجراء في ألم مبرح فإحنا يعني حتى الحالات اللي زي كده أنا ببقى بعملها أو أنا بحاول أتكلم دايما كتير مع المريض وأفهمه إن أنا هعمل إجراء بديل بفائدة معينة بفائدة طبعا باتفاق هو لأن هو رافض جراحة هو رافض يعمل الجراحة بالظبط لأن حضرتك جيت لي في مراحل متطوره ومتقدمه ودايما المريض اللي هو فاهم وعارف ومقتنع بالاجراء ورافض الاجراء الجراحي بيبقى يعني بيشجعني ان انا اعمل الاجراء لان هو هيرضى بالنسبه ديت ولانه رافض الاجراء الثاني. لكن احنا من جوانا ببقى عايز الحالات بتاعتي الحالات السلكتد اللي هي لسه بروز صغير او غضروف صغير لا فعلا ده اكتر اللي هي فعلا هتستفيد 100% اللي بتستفيد لكن يمكن الحالات الثانيه هو بيبقى حتى هيرضى مش عارف ليه الناس يعني ترفض يعني يعني المفروض ما يعني فكره رفض الجراحه ده فكره مش مظبوطه دماغ الناس. زي ما قلت لك احنا الجراحه لها دواعي احنا بنوضح للمريض ان الاجراءات الجراحيه موجوده على كل المستويات وعلى كل الستبس حتى احنا بنعمل اجراء والمريض يرتاح بقاله عشرات يعني بقاله فترات طويله جدا في اجراء جراحي موجود. اذا يعني خلاص وصلنا للمرحله ان احنا لازم هو يتعمل هيتعمل. في صوره المنظار انا عايز اشوفه تشرحها لنا لانزلاق غضروفي يعني برضو المنظار يفيد كثير جدا من الانزلاقات الغضروفيه عندما تكون واصله لمرحله مزعجة سواء كانت منفجرة ربما أو مثلا حلقة اللي هي دي ده حتة طبعا كبيرة خارجة من الديسك انزلاق حتة كبيرة منفجرة وخارجة من الغضروف ولمس العصب وطبعا بيتم استئصالها بالمنظار برضو يعني هو المنظار هو بديل للإجراء هو زي الجراحة بالظبط لكن احنا بنحافظ على الناحية التشريحية بتاعت العمود الفقري وبنتارجت الحتة المنفجرة اللي خارجة وبنشيلها لان في مايكروسكوبك احنا بنشتغل بتكنيك اسمه اندوسكوبك ترانسفورامينال يعني بنخش من الفورامين او الجزء الفراجمنت او الحته دي خرجت فيه وبالتالي بنبقى على الباثولوجي نفسه فبنشيل الحته دي خالص والعصب يتحرر عشان كده النتائج بتبقى مرتفعه جدا مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوصل للفراجمنت او المشكل الجزء اللي خارج وخانق العصب بمجرد ما العصب بيتحرر الاعراض بتتحسن لكن برضو المنظار او الجزء التكنيك دوت بيناسب حالات معينه ما ينفعش يبقى كذا مستوى ما ينفعش يبقى فيه تزحزح لازم الالم يكون مسمع في رجليه يعني ليها حاجات معينه اذا توفرت والاكس راي بتاعته الاشعه كويسه بشروط معينه
يناسبوا المنظار. طبعا مع الراحة ان المريض لازم بيستريح لفترات في المنظار، لان انا ببقى شايل، فلازم من 15 ل 20 يوم بعد كده بيعمل بعض التمارين. وبرضه بوضح له ان الاجراء الجراحي هو موجود. احنا حتى المنظار مع ان احنا طبعا بنشيل، يعني مش هنحط شريحه ومسامير، احنا برضه بنحافظ على العمود على قد ما نقدر. لكن لو في نسبه تزحزح، لا لازم اعرفه انه ممكن حتى بعد فتره ممكن يحتاج ان هو يتثبت. او لو الامور استقرت على هذا الوضع، الامور اتحسنت وانت خلاص حافظت وعملنا تمارين تقويه كويسه والدنيا مشيت في المسار بتاعها بشكل كويس، خلاص يبقى احنا مش هنحتاج حاجه. انت نورتنا واسعدتنا. شكرا لحضرتك دكتور ايمن. يبدو طبعا ليك واضح جدا انه كل الحلول مطروحه، ما عليك ان انت تتوجه الى الاشراف الطبي في حالات فعلا تستفيد استفاده كبيره جدا من التدخلات المحدوده، في حالات ستستفيد، في حالات لها جراحه وان كان ممكن التدخلات المحدوده تخدم هذه الحالات لفتره، او في سيتويشن او في ظروف معينه اذا كانت متعلقة بالصحة العامة أو بالتخدير أو بشيء من هذا القبيل، لكن في كل الحلول موجودة تحت مظلة الطب. أما بقى الناس اللي تطور على أبو عصاية وأبو تدليكة وأبو مش عارف إيه وعمل لك جلسة مساج فعالجك من بره، دول ناس لا فاهمة طب ولا عارفة، وطبعا يعني المسألة فيها نصب كبير جدا، اللي هو بقى بتوع التدليك وبتاع مش عارف اعمل لك اطقطق لك ظهرك واطقطق لك رقبتك، والنتيجه بتكون وخيمه جدا. نورت يا دكتور. شكرا لحضرتك. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد موسى، استشاري ودكتور علاج الالم وعلاجات العمود الفقري كليه الطب، واستشاري والمدرس لعلاج الالم بكليه طب جامعه المنصوره، استشاري الام العمود الفقري بالتدخلات المحدوده. نورت. شكرا لحضرتك. الناس الحلوه واسعدتنا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. أول حالة زراعة أسنان بالشكل المتعارف عليه في التاريخ الحديث كانت سنة 1965 لمريض سويدي اسمه غوستا لارسن. كان بيعاني من عيب خلقي في الفك السفلي، وده خلاه يكون أول متطوع لزراعة الأسنان لدى البروفيسور براني مارك، اللي قام بأول زراعة لمادة التيتانيوم في لافة لارسن غيرت مسار حياته، إلى أن توفي بعد 40 عام عاشها بأسنان سليمة وقوية وبشكل طبيعي خالي من أي مشاكل أو مضاعفات. العملية دي مش بس غيرت حياة لارسن، لكن كانت بداية لثورة علمية في طب الأسنان، واستفاد بعدها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من اكتشاف براني مارك في مجال التئام العظام، أو ما أسماه الاندماج العظمي. أهلا بكم. قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة اللي مضمونها العلمي راقي جدا، عايز أتدنى لأفكار وحركات أتدنى بيعملها ناس أقل ما يوصف بيهم إن هم مجانين. استخدام السنان يا جماعة كفتحات وكأشياء، يعني كآلة، ده شيء من الجنون من العبث. أفتح بيها حاجة ساعة، ده جنون وعبث هبل. اللي احنا شايفينه ده واحد بيستعرض انه بيقدر بسنانه يقشر مش عارف ايه، طبعا ده يعني حالة نادرة لقوة مفرطة في السنان، بس هو هيدفع ثمنها غالي. هو طبعا واضح يعني ده واحد تاني بقى يعني اجن منه، لانه هو ما عندوش قوة بس بيحاول يستعرض بسنانه ويقدر يفتح بسنانه شيء. طبعا ده بيدمر اللثة وبيدمر السنان مع الوقت. في الاول بيقدر يعمل حركات، لكن بعد شوية يعني السنان دي هتنهار وهتنتهي. في ناس بتستخدم سنانها في الشغلانات،
يعني ألومهم برضو بلاش أرجوكم، يعني الكهربية اللي بيعروا السنان السلك بسنانهم، طب ليه يا عم ما تستخدم زراطية للحركة دي، مش لازم تستخدم سنانك يعني، يعني لأنه سنانك هتبوظ صدقني، شوية في شوية السنان بتتعرض لاحتكاك عنيف جدا بسلك معدني فهتتاكل السنان دي ولسه هتتدمر، ده غير التسمم اللي ممكن يجيلك من التعامل مع مادة معدنية احنا مش عارفين طبيعتها ايه، وغيرهم اللي بياكل ثلج كسر ثلج بسنانه، اللي بياكل حاجات صلبة جدا يعني بدل ما يكسرها زي المكسرات، بدل ما يستخدم الكسارة اللي بتكسر المكسرات لا بيستخدم سنانه عشان يكسر، مكسل يجيب كسارة بكام جنيه، ده لو جبت ايد هون وكسرت بيها خليت والدتك ولا انت نفسك كسرتها بايد الهون بدل ما تستخدم سنانك، هتجنب نفسك انك تدفع فلوس كتيره جدا عشان تعمل زراعه او عشان تعوض السنان المكسوره دي، ده الجانب يعني ما ينفعش مثلا في 2023 ولا 24 واحنا بنتكلم على التكنولوجيا بقى وبنقول بقى الفيرشواليتي وبنتكلم على الاشعاعات والى اخره، ننزل لمنحنى فكري لحد بي بي بيستخدم سنانه الاستخدامات المجنونه دي، بصراحه لا ما ينفعش، ارجوكم بلاش الجنان ده. ضيف العزيز القمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في عالم تجميل الاسنان وفي عالم الاسنان الاستاذ الدكتور محمود حشمت صاحب زماله تجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بيك يا دكتور. بيجي لك ناس من بتعمل حركات ولا ما بيعترفوش؟ لا في منهم بيعترف. بيعترف في منهم بيعترف، وعايز اقول لك ان في منهم بيخاف بمناسبه الكلام ده عن لما يجي يعمل مثلا فينيرز او تجميل في اسنانه او تركيبات في اسنانه كراونز ايا كان، يقول لي هو انا ايه التعليمات اللي بتاعه التركيبات او ايه التعليمات بتاعه الفينيرز، الفينيرز والكراونز هي اسنانك الطبيعيه، بقول لك هي جزء من سنتك، مش انا بعمل مثلا برد لربع ملي عشان احط فينير، هي بقت جزء من سنتك فهي سنتك، ملهاش عناية اكسترا، ملهاش عناية زيادة، ملهاش عناية اقل، يعني في ناس بتيجي بعد ما عم فينيرز لازم اغسل سنين كل 3 ثواني، لا يعني الطبيعي اللي بتغسل سنين مرتين في اليوم مثلا، في ناس بتفكر ان انا مش هغسل سنين اصلا عشان هي عمرها ما لونها ما هيتغير، ما هي بيور سيراميك لا ما هيتغير، هتبوظ الاسنان اللي تحتيها، فيقول لي طب اكل ايه وما اكلش ايه، كل الاكل الطبيعي والشرب الطبيعي بتاعنا، بس ابعد عن حاجات الاكستريم، حاجات زي طبعا الحركة على الطاقة دي، بيجي لي حد يعني يجي لي حد اتكسرت عشان كنت بفتح بيها ازازة حاجة ساقعة، ما هتتكسر، ده سنتك الطبيعية هتتكسر، ما هتتكسر. في ناس عندها هواية إن هي بتقرقش تلج أو بتحب تاكل تلج أو مش عارف إيه، لأ ما هي هتكسر سنتك الطبيعية، فاهم قصدي؟ بس كل أكلنا وشربنا الطبيعي اعمل أي تركيبات وأنت مش قلقان منها خالص. في ناس بتعمل أبنورمال هابتس في يعني جنون. تعال طيب تعال المحطة الأولانية في حوار النهاردة الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ عشان يكون تجربة تجميل الأسنان تجربة ناجحة ومثمرة ومبهرة وتجيب فلوسها وتجيب فلوس اللي دفعتها يعني، لازم كل الناس اللي تشوفني تاخد بالها، الكلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ هو رمادي لأسباب، يعني أنا في حالات لو أنت جاي لي بيجي لي حالات متدمرة خالص، يعني حالة في الأرض حاله في السواد في السواد خالص ضايعه، انت لما تجيبها يعني فلما يعني اي حد يعني حاله زي دي مهما هي هبان عليها انا بقى في سنان اصلا، يعني كون فكره ان مفيش سنان بقى في سنان، طب لو حاله جايه عندها اوريدي سنان هل دي يبان عليها؟ لا ما يبانش عليها، يعني في حالات ساعات بتجيلي انا مش عايزها يبان عليها، ونجاح التجميل دايما بنقول ان هو انا ما اعرفش حضرتك وقابلتك في الشارع انت عامل تجميل في اسنانك، انا ما اعرفش انت عامل تجميل اسنانك، عينيا مش هتتخطف على اسنانك وانا بكلمك، فانا نجاح التجميل ان انا لا طبعا ما يبانش، وعايز اقول لك بمناسبه اللي هو لا انا عايز يبان ان انا عامل تجميل، انا ساعات بيجي الناس كده يقول لي انا عايز افتح لون في الدنيا، ساعات افتح لون في الدنيا ده ممكن يبان طبيعي على وشك وساعات ممكن ما يبانش طبيعي على وشك، فاقول له خلي بالك هو مش هيبقى لايق على وشك انا عايزه، في ناس للاسف بتحب اللون الفيك ده شويه او ساعات في ناس بتطلبه مهما تحذره هو بيطلبه، لا انا عايز يبان ان انا عامل حاجه باسناني، بس دي يعني قله الصراحه، معظم الناس لا انا بعمل تجميل انا عايز لون كويس يبقى لايق على اسناني عشان ده احنا بنريكومند على البيشنت او بقترحه على العيان، ودايما بنعمل ده اللون المتداول ونجاحه ان انا مستحيل تعرف انا عايز اسنان بيضه لونها ابيض طبيعيه
شكلها طبيعي، كل مواصفاتها او مواصفات اسنانها طبيعيه، وفي نفس الوقت لونها ابيض مش لونها اصفر. يعني في نفس الوقت الطبيعي ده مش عايز لونه اصفر، لا عامل لونه ابيض جدا بس طبيعي. بس فلا رمادي طبعا. رمادي. السؤال الثاني، لابد من اعطاء وقت كافي بين التركيبات الثابته وبين اجراء الزراعه، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا برضو مش شرط يعني رمادي برضو. رمادي برضو. لان انا دلوقتي العلم والتكنولوجي وصل بيا ان انا ممكن اعمل امبلنت واشيل عليها الكراون في نفس الوقت. الميديت لودنج. وخلينا نفرق بين الميديت امبلنت والميديت لودنج. الميديت امبلنت هو ان انا بخلع وبحط الزرعه في نفس الزياره. هي كل الناس بتعمل كده، مش شرط. لو في انفكشن، لو في باسوسز، لو في حاجه في حاله العظم تمنعني حاله العظم مش كفايه، لا مش هحط طبعا. بخاف على الامبلانت، ما ينفعش تحط في بكتيريا، ما ينفعش تحط في ابسس او خراج. لازم كل ده يتنظف الاول. ساعات ما بضطر ان انا ما احطش الامبلانت في نفس الزياره. طيب والاميديت لودنج هو ان انا حطيت الزرعه خلاص، ان انا اشيل عليها التركيبه نفسها. في بعض الحالات لازم تستنى كلاسيك، تستنى الثلاث شهور لو حاله العظم ما تسمحش. ده بناء على ايه؟ وفي حالات تانية ينفع ان انا احط التركيبه عليها، فده برضو بناء على ايه؟ بناء على حاجه اسمها برايمري ستابيليتي. يعني انا بحط الزرعه، بعد ما احط الزرعه بقيس حاجه اسمها برايمري ستابيليتي، بتتقاس برقم يقول لي مثلا 300 ميجا باسكال، 400 ميجا باسكال، لحد رقم معين انا اقدر ان انا اشيل لحضرتك عليها التركيبه وانا مطمن في ستابيليتي. برايمري ستابيليتي يعني مبدئيا ان في ماسكه الزرعه، في مساك مبدئي للزرعه في العظم، فاقدر ان انا اشيل عليها التركيبه وانا مطمن. فده وصلنا له في العلم، وصلنا له في العلم بطرق معينه من التركيبات، طرق معينه من الزراعه. زي الحاله دي وصل ان انا بعملها فك كامل، فك كامل انا اقدر احط الزرعه واشيل عليه التركيبات في نفس الزياره. تمشي تخش من دون تركيبات، تخرج بتركيبات، زراعه عليها تركيبات. وفي حالات تانية لا، فدي بيقررها صراحه الدكتور مش المريض، بناء على حاله المريض نفسها. السؤال الثالث، يعتقد الكثيرون انه لا يوجد سن معين لتجميل الاسنان. لا يوجد سن، اسنان ممكن ان تجمل في كل الاعمار. طبعا المفروض في كل الاعمار ده نقصد بيها الاكستريم اللي هو السن المتقدم يعني. كده التجميل ده بدا من سن 18 سنه، يعني عشان اعمل لك فينيرز او كراون 17 18 سنه عشان ابتدي اتكلم معاك في فينيرز وكراون. انا بتكلم على السن الاعلى يعني. لا ما هو دي بقى، في ناس يقول لي انا عندي سن يسمح. يسمح طبعا. وخد بالك كلمه تجميل دي تشمل كل انواع التجميل. انا بالنسبه لي التقويم ده تجميل. يعني بالنسبه لي التقويم ده في حد ذاته ممكن يبقى نوع من انواع التجميل. ممكن اسنان حضرتك كذا ديزاين حلو قوي، محتاجه بس انها تترص جنب بعض. فالتقويم انا في حد ذاته ده نوع من انواع التجميل، ان انا اجمل لك بغض النظر اظبط لك العضه والشكل وي وي وي، انا اظبط لك شكل جمالي حلو. طيب فالفينيرز والكراونز كمان عندها 80 و 90 سنه ما فيش مشكله خالص، ما دام في مينه اسنان وفي اسنان اصلا ينفع ان انا اشتغل عليها تجميل. فالتجميل ملوش عمر؟ لا طبعا ملوش عمر، بعد طبعا في الاطفال يعني او البيدياتريكس لا ما ينفعش. في انواع تانية من التجميل، انواع تقويميه وانواع لظبط الفك والحاجات دي، بس تجميل وفينيرز وكراونز لا. بس يعني انا دايما انا احب قوي الراجل او الست اللي مهما تقدم بيهم العمر عندهم عنايه بنفسهم، ولازم يعملوا شكل جمالي ولازم يعملوا شكل كويس. دلوقتي بقى ما فيش حاجه اسمها سن يعني. لا لا دلوقتي احنا ده انا معظم تجميل دلوقتي الناس كبيره يعني. طبعا ولازم بقى تيجي واحده كبيره 70 سنه مثلا 80 سنه يعني ربنا يدي الصحه. لا انا عايز السنه تبقى حلوه، انا بنزل وبشوف الناس والناس بتجي لي دي بشكل سنه حلو. يعني دي لي السنين اللي انا عايشها بشكل سنه واحد تبقى يعني بتطلع، والمريض بيبقى فرحان جدا باسنانه، فرحان جدا 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 باسنانه. والتجميل يشمل الريهاب كيسز، الريهابليتيشن، ان انا ما عنديش اسنان خالص عايز اسنان، وانا مع ان انا هعمل لك زراعه الفك كامل اسنانك يبقى شكلها وحش يا اسنان وخلاص تاكل عليها. لا انا ما نعمل اسنان تاكل وشكلها حلو قوي، فاهم؟ والتجميل بقى ميكس تخصصات كتير مع بعض. ان انا اقدر ان انا ادخل التجميل مع الزراعه مع 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 في الاخر ستات ورجاله بيبقى كبار في السن وشكله بيتغير 180 درجه، بيبقى فرحان جدا 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 وسط قرايبه وسط اولاده وسط شغله وكل حاجه. القشره التجميليه هي الحل الاسهل والاجمل والاسرع والابسط، وهو ده السنان. اي عيوب دار يا باشا تحت القشره، اسم. ابيض واسود محتاج اسود طبعا. ليه؟ ما هو في ناس بتفكر كده. لا الفينيرز ليها كرايتيريا معينه يا دكتور، وليها ليها كيس سيلكشن. ليها في حاجه اسمها كيس سيلكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. فينيرز كيس سيلكشن يقول لك ما تعملش هنا كيس سيلكشن. طبعا كيس سيلكشن ده علم، لازم دكتور تجميل ولازم دكتور تركيبات ثابته قال لي اختار لحضرتك. يعني حاله زي اللي عرض قدام حضرتك دلوقتي دي، لو عرضنا الكيس دي، الكيس دي فيها مسافات بين الاسنان. الاسنان في حد ذاتها فيها تسوسات بسيطه جدا،
السنه لوحدها لو انت وريتني السنه كده لوحدها بعيد عن الفك تقول لي السنه ينفع تعملها فينير؟ ينفع تعملها فينير. طبقه التمينه فيها معديه 70% من سطح السنه فينفع اغطيها فينير. بس لو حطيتهم زي ما هم كده بالفك ينفع تغطي فينير؟ لا ما ينفعش. لتفصيله صغيره جدا، الانسبورتد فينيرز ما ينفعش يعدي 2 مللي. يعني ايه؟ يعني انا عندي مسافه بين التو سنترلز او السنتين في النص دول اخر فيهم يبقى 4 مللي، عشان هرفرف فينيرايه كده وهرفرف فينيرايه كده هيبقى في جزء من الفينيرايه مرفرف. الجزء المرفرف ده عشان اقفل السبيس ده ما ينفعش اعدي 2 مللي. لو عدى السنه دي لازم تعمل كراون او كراونير. فهنا شطاره الدكتور ان هو كيس سيلكشن، مش يجي له يروح لدكتور يقول له اه تمام يوم حضر وعامل فينيرز وقفل له سبيس. بقى الفينيرز دي انت حطيتها في وضع ان هي ممكن تقبل فورسز او احمال، لو وقعت عليها هتكسر الفينيرز او هتفكها. فيجي المريض بعد فتره الاقي المريض ده جايين لي مركبين فينيرز في حالات زي دي يقول لي ده بتقع مني، ما عنده خلاص عليه بلزق قوي جدا. مش ده، هي انت مش كيس انديكيتد فور فينيرز، انت غير مؤهل ان انت تحط لك فينيرز. وفي حالات تانية تبقى فاكره ان هو لا ده انا مش هينفعني كراونز وهي فينيرز. فدايما بنخلي فينيرز او كراونز الخناقه دي للدكتور مش للمريض خالص، لو الدكتور فاهم هو بيعمل ايه، واثق في اختياره وعنده كيس سيلكشن مظبوط لكل الحالات ودارس امتى يختار ده وامتى بيختار ده وامتى ممكن اعمل ميكس بينهم في نفس الحاله. يعني ممكن السنتين دول يبقوا فينيرز وباقي كراونز، ممكن يبقى سنه واحده فينيرز وباقي كراونز، ممكن يبقى كلهم كراونز واحده او اثنين فينيرز. ففي الاخر هي نفس الماتيريال، هي نفس الخامه برضو عشان الناس فاهمه ان دي خامه ودي خامه، هي نفس الماتيريال او نفس الخامه. الفرق بينهم في طريقه تحضيرهم وطريقه وضعهم عن السن، بس في الاخر معظم الحالات اصلا اللي انت بتشوفها دي هي دي فينيرز على كراونز، مش كراونز بس ولا فينيرز بس. انا تقمصتك دور دكتور سنان، انا اعتبر نفسي دكتور سنان. انا بعمل فينير من غير تحضير، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ دي كانت تتحط جاني وجاني انت. اسود طبعا اسود. مفيش حاجه اسمها كده. احنا فاكر كنا مره اتكلمنا عن الجايدز او ال طريقه التحضير نفسها، ان انت التكنولوجي او العلم وصلني ان انا بقدر ان انا اعمل حاجه اسمها جايد للتحضير او جهاز معين او حاجه مطاطيه معينه بحطها في بق المريض بيقول لي دي، وديزاين معين سمايل ديزاين انا بحضره من قبل ما اشتغل لحضرتك، وموكب بحطه في بق حضرتك من قبل ما المسك اصلا، يقول لي السنه دي تتحضر فينيرز ولا كراونز، ولو فينيرز حتى الفينيرز، الفينير دي هشيل قد ايه عشان احضر الفينير؟ هشيل ربع ملي، هشيل 2 من 10، هشيل 3 من 10، هشيل 4 من 10، لان الواحد من 10 العلم وصلني يا دكتور ايمن ان انا عايز احافظ على 1 من 10. يعني الواحد من 10 بتاع السنه بتاعت ربنا دي 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 دي, دي ملايين. يعني مش ابرد 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 وركب فينيرز 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 فينيرز، ده غلط. الفينيرز في حد ذاتها اختيار صح وحاجه تريتمنت وعلاج صح، ده حلوه جدا جدا لو معموله صح ومعموله في حاله صح، تعيش تعيش معاك مدى الحياه ما عنديش مشكله، بس تعملها صح عند دكتور صح، تعمل كيس سيلكشن مظبوط. فالبارد ده في حد ذاته، عند فاكر مره كنا اتكلمنا في حاله ان نفس السنه انا ممكن ابرد نصها والنص التاني لا، على حسب الكيس سيلكشن بتاعي وعلى حسب الموكب وعلى حسب الجايد او الدليل اللي انا ماشي عليه في التحضير بتاعي ان انا هبرد ولا مش هبرد. فلا ممكن في نفس البق انا في حاله في نفس الحاله انا هحضر السنه دي ومش هحضر السنه دي، وابرد السنه دي ومش هبرد السنه دي. فالبارد ده بيعتمد على حاجات كتير قوي، بناء على سمايل ديزاين او بناء على تصميم ابتسام حضرتك عامله، بناء عليه بتعمل 3D printing guide او موكب بتحط بق المريض وبناء عليه بتحدد. وكل الحالات اللي انت بتشوفها دي حاله زي دي مثلا، دي كانت مثلا محتاجه سنتين اللي في النص هم مجرد فينيرز، في سنه بعد الناب داخله لجوه دي مش محتاجه غير فينير وبدون برد، السنتين في النص دول يحتاجوا شويه برد. السنه اللي هي اللاترال او السنه الصغيره دي كان فيها تسوس جانبي، دي اتعملت كراون. انت متخيل بقى في نفس الحاله، بس في الاخر هم كلهم زي سيم ماتيريال، هم كل الحاله دي كانت عملت اي ماكس، كلهم اي ماكس، بس هنا طريقه تحضيره وطريقه وصفه. ايه هو الفينير؟ هو قشره. ايه هو كراون؟ هو نفس القشره بس داير ما يدور، بتلف على السنه داير ما يدور. فانت ما يشغلكش انا بعمل ايه فين، بس في الاخر هي النت ريزلت ان هي حاجه مظبوطه، شكلها طبعا حلو جدا، لايقه جدا عليك، بسمايل ديزاين مظبوط لايق عليك بتاعك، وتعيش معاك مدى الحياه. الفكر القادم، فكر ناس بتظن ان طب الاسنان زي الكوره، ولو ان الكوره ما فيهاش كده، كره القدم يقول لك اللعيب الكويس يقدر يلعب في اي مكان، مهاجم مدافع، يلعب باك يمين باك، طبعا حتى في الكوره ما فيش كده يعني. فناس بتظن ان طب الاسنان طالما انا شاطر في طب الاسنان اقدر اعمل اي حاجه، اعمل زراعه، اعمل تجميل، دكتور العيله،
دكتور يعني زي لعيب الكره الشاطر يلعب زي ما انا قلت لك كده. زي كان في زمان يقول لك اللعيب ده جوكر، الدكتور ده جوكر ابيض ولا اسود ولا احمد فتحي. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، كان دكتور كان زمان دكتور العيله او الدكتور اللي هو بيشتغل كل حاجه ده اللي هو كان في الطب فيه كده، في الطب فيه كده زمان. كان في الطب بطنه وجراحه بشري كان الدكتور هتلاقي يافطه في الاربعينات والخمسينات يقول لك دكتور فلان الفلاني باطني وجراح. وكان زمان في الاسنان برضو كده، او ستيل لغايه في بعض المناطق فيها كده في الاسنان. والله لو دكتور اسنان عندي السنه دي محتاجه حشو عصب فيعملها لك، والسنه جنبها حشو عادي فيعملها لك، السنه بعديها محتاجه تركيبه هنا بعمل له حركه تركيبه، والناحيه الثانيه انت محتاج زرعه كده جميله خلصها لك. كان هو الدكتور بيعمل كل ده بايديه، وستيل في بعض المناطق وبعض الدكاتره بتعمل كده لغايه دلوقتي. ليه؟ لان انت في الطب انا درست كل ده. اسود طبعا، اسود جدا. اسود جامد قوي. ده اسود غطيس، ده اسود جدا، اسود غامق. فانت كان زمان ده بيتعمل او ستيل لحد دلوقتي ده بيعمل في بعض المناطق، وده غلط جدا في ان انا الدكتور بيعمل لي كل حاجه. انا بشبهها بالظبط بيها دكتور ايمن في في عندكم في طب بشري، ان انا عينيا وجعانه اروح لدكتور عظام. انت بالظبط لو انت عندك محتاج حشو عصب ورحت لدكتور تركيبات، انت كانك عملت كده بالظبط. او هو الدكتور الماجستير والدكتوراه او تخصصه تركيبات، وانت رحت تعمل لك حشو عصب، انت بالظبط كانك عينيك وجعتك ورحت لدكتور عظام. انا بشبهها بكده بالظبط. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. في دكتور مايسترو او دكتور بيحدد الحاله دي عايزه توصل لايه بناء عليه، في تيم كامل بيشتغل وراه، وده بيترجم لحالات. انا ساعات بيجي لي حالات انا الجنب ده بس محتاج زراعه، ماشي، عندي حاله مثلا اعرضها لحضرتك زي دي كده، انا عندي السنان دي محتاجه تعمل لها عصب، فدي دكتور عصب بيخش، بعدين محتاج ليزر دكتور امراض لثه بيخش يظبط الكلام ده بليزر او بلانست، يظبط لي وضع اللثه، يعالج اللثه او الالتهابات اللي فيها. وبعدين بيخش دكتور تركيبات بيبتدي يحط الدعامات ويبني الاسنان من الاول. انت في كذا تخصص، وعندي يخش دكتور حشوات بيقفل الدروس محتاج حشوات، وبعدين مثلا السنه اللي ورا الناب دي كانت مش موجوده مفقوده، دخل دكتور جراحه يحط الزرعه في المكان ده. كل التيم ده بيقفل وراهم دكتور التركيبات، ان انا في الاخر هيعمل تركيبات على كل الكلام ده، كل الناس دي بتساعده ان هو يوصل للريزلت دي. طيب هل انا مثلا دكتور تركيبات، هل انا ما اقدرش اعمل حشو عصب؟ بعمله لان انا اتعلمته في الكليه، لان كل اللي درس طب الاسنان انت بتعدي على كل التخصصات كده كده، في الاخر بتتخصص حاجه معينه، دي تركيبات زراعه عصب، تركيبات متحركه، ايا إن كان انت بتعمله ايه، حشوات ايا كان، دي كلها ماجستير بدكتوراه بدراسات بتعملها بعد كده بعد التخرج. بس انت هنا الكليه انت بتدرس كل حاجه عشان تبقى فاهم كل تخصصات طب الاسنان، فعندك البيزكس نوليدج او بيزك نوليدج على كل العلم ده. فانا هعمل لك حشو عصب، يعني اعرف اعمل حشو عصب، هعمل لك حشو عصب، بس هعمله لك في وقت قد ايه؟ اكيد اطول من دكتور هو بيصحى من النوم ما بيعملش غير حشو عصب، الماجستير والدكتوراه بتاعته في حشو العصب. هعمله لك بكفاءه ايه؟ 70%، هو يعمل لك بكفاءه 120%. وصل الفكره شويه؟ انا هعمل لك تركيب، هعمل لك في وقت قد ايه؟ هعمل لك تجميل، هعمل لك في وقت قد ايه؟ هو يعمل لك في وقت قد ايه؟ هي فانت الشطاره ان انت طب اعمل ايه يا دكتور؟ ما هو برده انت بتحيرنا معاك، وانا هقعد بقى عايز اعمل حشو واروح للدكتور ده، وبعدين هنزل اروح لدكتور تاني. بتروح مكان متخصص في كل التخصصات دي بكفاءه عاليه جدا، في الاخر الدكتور، يعني انا دكتور التركيبات، دكتور الجراحه، دكتور الزراعه، دكتور ايا كان اللي بيشتغل، ما انا لازم ابص على كل حاجه. في الاخر في مايسترو او في دكتور مشخصك صح، بيعالجك صح، بيراقب كل الخطوات اللي بتعملك دي انها تتعمل زي ما الكتاب بيقول. فالتيم ورك مهم جدا، مش مهم هو لازم، من غيره ما ينفعش، مش مهم، فمن غيره ينفع نطلع نص نص، من غيره ما ينفعش اصلا. طيب تعال نروح بقى للفقره الثانيه، الجزء الثاني في حوارنا، المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ اللي بيستخدم التبييض لحل مشاكل الناس ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ جاني. التبييض ده في ناس يعني التبييض بالنسبه لهم على طول، يعني انا رايح اعمل تبييض سناني بس. لا بص، التبييض هو يعني التبييض في حد ذاته ان انا اعمل تبييض لجميع الحالات دي لا، مفيش حاجه اسمها كده. ما هو انا اصلا في حالات ما ينفعش تبييض، التبييض اللي هو بيزك بتاع زمان اللي هو التبييض بالليزر ده ستيل بنعمله دلوقتي، ودخل عليه تكنولوجيز جديده وادوات جديده وخامات جديده واجهزه جديده، ستيل ما ينفعش كل الحالات. لو انا عندي حالات فيها تاكل في طبقه المين، لو انا عندي حالات فيها حشوات في الاسنان الاماميه، لو انا عندي حالات عامله تركيبه سنه واحده، لان التبييض مثلا في حد ذاته ما بيغيرش لون التركيبات، فما ينفعش انت حضرتك يبقى عندك سنه كراون او سنه فينير واحده بس مثلا في سنانك او سنتين دول مثلا تركيبات وتروح تعمل تبييض. ما هم السنانك هتبيض والتركيبات هتفضل بنفس لونها، مش هتبيض.
مهم جدا في التبييض ان انت يبقى عندك كيس سلكشن زي فينيرز بالظبط. انت تختار حاليا في عمليه تبييض نفس الوضع اللي بيعمل مثلا فينيرز كلهم نفس اللون، هو يعني هبيض الاسنان كلها نفس درجه التبييض. طب هل التبييض ده هيليق على كل الناس؟ لا. التبييض ده او درجه الفينيرز اللي حضرتك بتختارها دي هتليق على كل الناس؟ لا. طب ليه اخترعوا الدرجات البيضاء؟ لان هي بتليق على ناس معينه وهتليق على، يعني اختيار درجه الفينير او التبييض دي يا دكتور دي مهمه جدا جدا جدا. دي لوحدها انا ممكن اقعد فيها نص ساعة مع المريض بس بنختار لون. هختار لك لون ايه بناء عليه؟ طب انا بقترح ده في الاخر، انا ببقى في دماغي لون معين انا عايز اوصله للمريض بناء على اللي في دماغه. يعني زي ما قلت لك بيخش لي مريض انا عايز لون طبيعي، عشان توصل لون طبيعي اعمل لك ده، فيقول لي ده مش هيطلع فاتح شويه؟ لا، لان انا متخيل ان هو لون بشرتك، لون عينيك، تفاصيل وشك، تعاريج السنان، الديزاين اللي انا هعمله السنان، في ديزاين يليق عليه اللون الابيض، في ديزاين للاسنان ما يليقش على اللون الابيض قوي ده، بس في الاخر انا هوصلك للون ممكن يبقى لون انت تحسه مثلا اصفر شويه بس لما يركب على وشك هيبقى ابيض قوي. فاهم؟ ففي دكاتره مثلا مثبته لون التبييض في الفينيرز ده، هو عم مثلا لون مثلا بيبقى ليهم ارقام مثلا A1 او BL1 او BL2، ده هركبه لكل الناس، ما انا هركبه لك هيبقى وحش عليك، هركبه لك هيبقى حلو عليا، في حين ان انا ممكن اوريك تو كيسز الاثنين معمول لهم نفس اللون بس هنا لايق وهنا مش لايق. فاختيار اللون ده يعني ده علم، ده في شابتر بنذاكره وفي محاضرات بتحضرها في الشيد جايد، في انك تختار الشيد سيلكشن، تختار ده لون مريض بناء على شكل الاسنان، لون اللثه، لون الشفايف، لون البشره، لون العين، حاجات كتير قوي في التبييض بتختلف. اللي جاي ده مريض بقى، ده مريض لانه مش معقول يعني الدكتور يعني ما فيش يعني ما اعتقدش يعني، وبرضه لو في حد بيعمل كده قول لي، يجي يعمل تجميل فيقول لك لا ركز لي على السنان واعمل لي تجميل، طب اللثه فيها مشاكل يا حبيبي؟ لا لا مش سيبك من اللثه دلوقتي، خلينا في الايه دي مش باينه، خلينا في السنان. التصرف ده متهم ام جاني ام بريء؟ بريء، هو بريء. مريض بريء، مفيش مريض متهم. عشان كده قلت لو الدكتور، طبعا لو الدكتور مجاني ومتهم وكل حاجه وحشه يعني المريض دايما بيبقى بريء، لان المريض مش عارف. هو المريض مثلا اتفهم ان هو بنت خالتي عملت فينيرز، فالنبي يا دكتور ايمن اعمل لي فينيرز انا كمان، فتقول له مثلا احنا محتاجين نقص لثه او محتاجين نظبط شكل اللثه ومحتاجين نعالج اللثه، لا 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 انا انت عايز تعمل فينيرز، عايزك تعمل لي فينيرز بس هي عملتها وكانت حلوه قوي عليها، انا عايزها زيها كده بالظبط، ووريك صورتها. يا عم غلط، مش هشتغل، مش هعمل لك لو هي مش هتبقى صح عليك، مش هعمل لك حاجه تضرك، مش هعمل لك حاجه غلط طبيا. في ناس تريح دماغها ماشي تعمل فينيرز، تعمل لك فينيرز هيطلع شكلها حلو شغاله، بس انت ممكن توصل انت بتعمل حاجه هتعملها مره واحده في حياتك ما تعملها صح قوي، هي دي دايما بتبقى وجهه نظري. يعني حاله زي دي انا لما عملت له سمايل ديزاين وعملت له تصميم ابتسامه، انا هنا لازم اعدل شكل اللثه. المريض ممكن ما يبقاش فاهم دي، ممكن ما يبقاش فاهم هو يوصل لايه، اعمل له موكب وري له شكله قبل هيبقى شكله عامل ازاي، هو هيقتنع من غير ما تعمل حاجه، من غير ما تحتاج تبذل مجهود. ويعني اصلا اللي بيعترض على تريتمنت معينه او يقول لك لثه بس او جراحه ده بيبقى عيان، يعني واحد كل 100 عيان بيجي لي. خلاص الناس بقت واعيه والناس بقت فاهمه ان الدكتور بيختار لك الصح فهو بيعمله، بس انا بكلمك عن نسبه قليله جدا من المرضى هو اللي ممكن نتكلم عليه سواء متهم او جاني او بريء. فشكل اللثه انت بص على الحاله قبل وبعد بغض النظر عن لون اسنانه اللي اتغير وبقى لون احسن، انا بكلمك دلوقتي عن شكل او اطوال اسنان وشكل ابتسامه. بص هنا شكل ابتسامه فوق باين قد ايه من اللثه، مبوظ لك الفريم، مبوظ لك شكل الضحكه، حتى لون الاسنان ابيض تحت. غيرنا لون الاسنان بس مع تعديل لون الاسنان، مع تعديل اطوال الاسنان، مع تعديل رسمه اللثه ببقه، يعني هتلاقي اللثه فيها حاجه اسمها زي كانتنج او اللثه نازله عامله كده. لو بصيت من عند السنترال او السنه اللي في النص لورا هتلاقي اللثه نازله بخط ميل كده، مجرد ما رفعناها حطينا الاطوال الطبيعيه في حاجه عمره ما المريض ياخد باله، عمره ما ياخد باله ان لو شديت مسطره من فوق من عند اللثه او مشيت خط مستقيم تلاقي اللثه بتاعتك عامله كده. فبتديك نيجاتيف سمايل، حاجه اسمها نيجاتيف سمايل، ده غلط. انا مجرد لو رسمت اللثه صح باطوال صح ورفعت لك الناب اطول من بقيه اسنانك بدرجه معينه، شكل ابتسامتك هيختلف 180 درجه. فالمريض ممكن ما يبقاش واعي قوي، دي دورك كطبيب، عشان كده بقول لك المريض دايما بريء، لان انت دورك بقى كطبيب ان انت توجهه وتفهمه ايه الصح وايه اللي هتعمله مره واحده في حياتك فاعمله صح، فده هتبقى صح حاجه ليك. من يقول للمريض ان الزرعه طالما فشلت ما ينفعش تتزرع تاني؟
لا ده متهم جاني. جاني طبعا. الزرعه اللي اتزرعت تتزرع 1000 مره يعني. كل حاجه الحمد لله احنا وصلنا بالعلم وصلنا بالتكنولوجي للسكند شانس. انا بيجي لي حالات حتى زراعات الزرعات دي فيلد يعني، سواء فيلد بكذا طريقه، ان انا يجي لي يقول لي انا حطيت زرعه والزرعه وقعت لمليون سبب بقى، بدون الدخول في التفاصيل يعني، ان هو اللي حطه ده مش ملوش علاقه بالزراعه الاسنان اصلا، او الزرعه اتحطت غلط، او نوعها كان غلط، او ايا كان ايا كان ايا كان ايه اللي حصل. ساعات بيجي لي حالات حاطه زرعات بره مصر او جوه مصر، يقول لي انا عايزك تحط لي عليها كراون، نيجي نفتح زرعه الزرعه وقعت اصلا من فكه من اللثه، كانت قافله عليها فكه، حصل فيلنج ليه الفيلير، الزرعه ما مسكتش على العظم. ده ليه اسباب كتير، ممكن يبقى الدكتور مش متخصص، ممكن يبقى حصل اوفر هيتنج وشغال حاجه بسيطه جدا، ممكن يبقى هو الجهاز بتاعه قديم شويه اللي بيخش يحط بيه الزرعه، ممكن يبقى مش عارف يحط الزرعه، حطها في وضع غلط، حاجات كتير قوي، هو مش شغال على اسس علميه مظبوطه. طب هل ده معناه ان ممكن الزرعه تفشل لو انت حطيتها مظبوط؟ مستحيل. نسبه نجاح الزرعه دلوقتي يعني طبعا الكمال لله وحده، بس نسبه بقى بنتكلم في 100% ان انا احط زرعه وتمسك فيها العظم لو انت حطيتها مظبوط 100% هتمسك. كل اسباب عبيطه جدا وبسيطه جدا ممكن تفشل الزرعه، بس ايا كان بتجي لي الحالات دي بنرجع نعمل تدعيم للعظم من الاول ونظبط شكل العظم تاني والفك تاني وبنحط له زرعات. لا طبعا مفيش حاله حتى لو جايه متدمره خالص بنحط زرعات طبعا. عندي كام سؤال بقى مهمين جدا في الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ اعتقد البعض انه في حالات لا يمكن تجميلها غير صالحه للتجميل. لا طبعا مفيش حاله ما ينفعش تصلحها تجميل، اي حاله في الدنيا ينفع تتجمل. العلم وصلني بان انا بميكس بين التركيبات والزراعه بقى خلاص، احنا التقويم ممكن يساعدني في ان انا اطلع اسنان مدفونه واعمل لها تجميل. ما لا ضد الكلام ده كله، انا حالات متدمره خالص بقدر ان انا اعيد احياء الاسنان من الاول ونعمل لها تجميل. جاي لي حاله زي دي المريض فاكر ان انا عمري ما هعرف اضحك تاني، كلها الم، كل اسنانه لو نظفنا التسوسات بقت عباره عن جذور، حيينا كل ده من الاول وعيدنا له التجميل بتاعه. فلا طبعا العلم ما ينفعش بعد العلم ده كله ان انا اقدر اقول في حاله مش هينفع ان احنا نجملها. السؤال الثاني، المعتقد الثاني، بروز الاسنان ما ينفعش يتعامل او ما ينفعش يتعالج بقشره تجميليه. حسب درجه البرزة. حسب درجه البروز، في بروز طفيف جدا. انا بالنسبه لي ايه القشره التجميليه؟ ايه ان انا الاقي 70% من طبقه المينا لسه موجوده، فانا لو خدت من الاسنان لجوه برطت من الاسنان لجوه ولقيت 70% من طبقه المينا موجوده ينفع احط فينيرز. حسب درجه البروز يعني، حاله زي دي بروز فيها كان بسيط، السنه السنترال راكبه على السنه دي ينفع تتعدل بفينير. ممكن تجي لي حاجات بروترودد جدا او الاسنان خارجه لبره جدا، دي ما ينفعش فينيرز. فلا دي ما اقدرش اجزم فيها، هي وهم. ما ينفعش ان انا اجزم فيها طبعا، لازم من الاول اشوف الحاله. في حالات كتير بيبقى فيها بروز بتعالج بفينيرز عادي جدا. المعتقد اللي بعد كده، يعتقد البعض انه القشره التجميليه حل مؤقت، كده كده هتقع او هتبوظ او هتنتهي يعني، ليها فتره حياه او صلاحيه. اللي ما بيعرفش يعملها بيقول كده عشان يبرر لنفسه لما تقع للمريض. اه والله يعني من الاخر. انا بعمل فينيرز معموله على اسس علميه مظبوطه بتحضير مظبوط بشكل مظبوط بديزاين مظبوط لازم تعيش معاك، مش بعملها عشان تقعد معايا سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه والكلام الفاضي ده. يقول لك الفينيرز دي 5 سنين واغيرها لك، هو عارف ان هي هتقع من مريض. فيش اللي يقول لك كده، اعرف ان ده مش تخصصه، اعرف ان هو مش هيعرف يعملها لك صح، وده مبرر لنفسه عشان لما تيجي يقول لك ما انا قلت لك ان هي هتقع. نورت وشرفت قوي يا دكتور، ربنا يخليك. ضيف العزيز المبدع دائما في حواره الاستاذ دكتور محمود حشمت، صاحب زماله التجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو جمعية الالمانيه لزراعه الاسنان وعضو جمعية الامريكيه لتجميل الاسنان. نورت الناس الحلوه. يظل اكثر الاوهام شيوعا هي انه سناني هتمشي كويسه من غير ما اروح لدكتور سنان، انا تمام طالما بغسل وماشي الامور، الامور هتعدي والايام هتعدي، لغايه لما يجي وقت تعرف انه مهم جدا زيارتك لدكتور الاسنان، مهمه جدا جدا جدا، حتى وانت بتراعي. انا طبعا اللي ما بيراعيش هو كده كده هيروح لدكتور سنان، اللي بيراعي كمان كده كده هيروح، بس لازم يروح في التوقيت المناسب عشان ما يروحش بمشاكل كبيره. خليكم دايما مع الناس الحلوه. نتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السبتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. ف
فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الحقيقة الكلام اللي هقوله النهاردة دوت، وخصوصا في فصل الشتاء، فصل السعة اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، هتضربوه في 1000 في كتير. ليه؟ لأنه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقالي 3 اسابيع مش عايز يخف، ده بيؤدي الى مشاكل. الحقيقه انسداد الانف وحدوث الشخير او تاثر مجرى الهواء له اسباب كتيره، من ضمنها التهابات فيروسيه الجيوب الانفيه اللي النهارده اكيد هنتكلم عنها، ده قصه كبيره جدا. ومرضى جيوب الانفيه دول مرضى ايه؟ مرضى يعني مزمنين، وقصصهم وادويتهم يعني ادبيه، بيكتبوا مقالات عن معاناتهم. حكايه اللحميات دي كمان والتهاباتها وزياده التهاباتها في فصل الشتاء، وتضخم الزوائد الانفيه واعوجاج الحاجز الانفي، وطبعا برضو انتوا عارفين ان الحمل، الستات الحوامل عندهم مشاكل، بيحصل انسداد في الانف وممكن يزيد مشاكل الشخير ومشاكل التنفس عندهم في وقت الحمل. النهارده حوار مثير للغايه، لانه النهارده هنشوف الجيوب الانفيه والشخير، هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودي مشاكل شائعه جدا في مصر، وهنشوف تجربه مهمه جدا مرت بموضوع الشخير ده بالتفصيل قبل وبعد، عمليه مهمه جدا تصدت لهذه المشكله الطبيه العويصه. ضيفي العزيزين، ضيفي العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، منورنا دكتور هشام بيه، منورنا خطوه عزيز حبيبي دكتور ايمن، اهلا بيك. الله يبارك لي. اسمح لي بقى ان انا ارحب بضيفك النهارده، اسم متميز، الاستاذ محمد الغدواري، طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي. وحنجلها السلامه من بورسعيد. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. ربنا يخليك استاذ محمد. يعني حاله ما مرت بالتجربه الخاصه بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الانفيه، لانها انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك، لان النهارده الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعه، موضوع الوقت، الشتاء والتهابات الانف والبرد. هي الجيوب الانفيه من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجه ان هي تاخد وقفه من المعلومات الطبيه، لان كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقه، مش عايز اقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك انا عندي الجيوب انفيه، وبعدين تكتشف ان ما فيش عنده اي علاقه بالمرض بتاعه بالجيوب الانفيه. فالنهارده احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمه. نمره 1، الجيوب الانفيه. احنا عندنا في الجيوب الانفيه في الشخص الطبيعي او اي حد عندنا 8 جيوب انفيه، 4 في الناحيه اليمين و4 في الناحيه الشمال. الجيب الانفي ده ببساطه شديده جدا هو عباره عن حجره مغلقه ليها باب، الاربعه اللي على اليمين والاربعه على الشمال، الاربعه ليهم فتحات على الانف، مهمه جدا دي اول نقطه. اربع جيوب انفيه واربع فتحات على الانف. طيب هو السؤال، الجيب الانفي ده اللي الناس كلها قاعده تقول انا عندي جيب انفي، فايدته ايه وبيعمل ايه؟ الجيب الانفي ده اول حاجه لازم نعرفها هو عباره عن حجره فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني ايه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا، يعني انا عايز اقول ان ضغط الهواء اللي جوه الجيب الانفي هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو ده. تمام كده؟ عشان كده فتحة الجيب الأنفي اللي موجودة في الأنف في منتهى الأهمية، إن هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لأن لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكلة جوه الجيب الأنفي، يتقفل الضغط يختلف، وهي دي المشكلة الكبيرة اللي بتحصل
لأي حد يجي له دور برد مناخيره تتقفل لأي سبب ما ويقول لك أنا عندي جيوب أنفية. هو السؤال يعني إيه عندك جيوب أنفية؟ يعني عندك التهاب ولا عندك ضغط مختلف ولا عندك التهاب حاد ولا التهاب مزمن؟ هنا الحقيقة دورنا إن إحنا نبتدي نقول يعني إيه التهابات الجيوب الأنفية. الأسباب بتاعتها إيه؟ شوف حضرتك أي كل أسباب التهابات الجيوب الأنفية نمرة واحد وتحتها مليون خط انسداد في الأنف، ونحط تحت انسداد الأنف كل الأسباب اللي حضرتك عايز تقولها. يعني دور برد بسيط بشوية رشح بعطس ببرد يسد الجيب الأنفي أو فتحة أو باب الجيب الأنفي، يعمل لي ضغط مختلف، خلينا نتكلم كلام علمي بقى، ضغط مختلف جوه الجيب الأنفي، لحميات، حاجز أنفي، غضاريف، التهابات، حساسية، أورام، كل حاجة تسد مجرى التنفس في الأنف تسد لي الباب الموصل للجيب الأنفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك أنا قلت ضغط مختلف ما قلتش التهابات، لأن الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. إن أول ما يجي لي برد أقول إيه؟ أنا دماغي تقيلة، أنا دماغي عندي صداع، أنا دماغي مزندة مش قادر أوطي، يبقى الجيب الأنفي أو الضغط جوه الجيب الأنفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا أنا أقدر أقول أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية؟ لا طبعا. عشان أقول عندي التهابات في الجيوب الأنفية عندي لازم أقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سماء وأرض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما تعالجتش منه، أهملت فيه، قعد أسبوع اتنين، ابتدى الجيب الأنفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شوية ارتشاح والتهابات بقى هنا بتبتدي نقول التهاب أهو، التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الأنفي يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الأنفي. أعراضه إيه؟ صداع، سدة في الأنف، وشوية مخاط موجودين في الحلق. علاجه إيه؟ بسيط جدا، علاج السبب دور برد، دور مش عارف إيه، سدة، شوية أدوية بسيطة، يومين ثلاثة أسبوع بالكتير الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الأنفي انتهى. أستاذ محمد بقى قصة مهمة جدا ومثيرة، يعني أنت رجل علم تعليم، عدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام، كلام طول الوقت بتشرح صح كلام؟ تمام. في آخر اليوم بتهالي في إرهاق شديد جدا حصل على مستوى الأنف، على مستوى طبعا الجيوب الأنفية، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجرة، ده ولد حالة من حالات الشخية صح كده؟ تمام. أولا تحياتي لحضرتك وشكرا البرنامج والأستاذنا الدكتور العظيم أستاذ هشام إبراهيم اللي فعلا أعاد الحياة، بقول لحضرتك جملة، أعاد للحياة من أول وجديد. أنا يمكن كنت بروح من الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي سنين طويلة. آخر منذ عشر سنوات بالضبط بدأت أحس انسداد أنف، أجي أنام مش قادر أتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع، وأحس كده كأن أنا نفسي اتقطع، مش قادر أقوم من النوم، بلغم في الحلق موجود، بلغم مش قادر أخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، ألام في العظم. أروح شوية لدكتور عظام، أروح شوية لدكتور أنف وأذن وحنجرة، يقول لي ده التهاب في الجيوب الأنفية، وناس تانية تقول حساسية، واستمر على العلاج المؤقت يومين ثلاثة، مش علاج مجرد مسكنات، وبعدين استمر الحال، قاعد يزداد سوءا سوءا، وأنا مريض سكر أساسا. فجأة لقيت بقى عندي ضغط، ضغط ارتفع بطريقة مش معقولة، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عنده فوبيا، مش قادر أنام، أنام أتخنق أقوم مش قادر، انسداد في الأنف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، أخد مسكنات، أخد مضادات حيوية، أخد علاج. قعدت عشر سنوات عايز أقول اتعالجت غلط،
وزادت الحالة سوء. طبعا المدام بدأت تقول لي صوت الشخير بدأ يعلى، في شخير في الساعة أو النص ساعة اللي أنا بغمض عينيا فيها. الحمد لله والشكر لله وفضل أستاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام إبراهيم، من أول زيارة قال لي 1 2 3 عندك إعوجاج في الحاجز الأنفي. قلت له من ناحية اليمين، قال لي لا من ناحيتين. اس شيب بالظبط، إعوجاج زي حرف الاس. زي حرف الاس. قال لي الإعوجاج من ناحية اليمين من ناحية الشمال. وبعدين كشف على الحلق الفم، قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%. انت بتنام ازاي؟ عايش ازاي؟ قلت له ما عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه. يعني عملت العمليه. هو قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاء كمان. فطبعا قلت له طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر، توكلت على الله بالظبط يوم 24/11 للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقى لي الوقت شهر بالظبط، هنقول اسبوع، حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت، باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاثنين يتفتحوا، طبعا الشخير شبه راح خالص، قطع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني، بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقى لي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. الحمد لله فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت للدكتور هشام من شكر وعرفان هقول له جزاك الله خيرا، وإن شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عليك. سعداء بزيارتك كمان. شكرا. الحالة مركبة فيها أكثر من حاجة. إيه بقى التفاصيل العملية كلها؟ والله أولا أستاذ محمد يعني بيعطيني أكثر من حقي. لا 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 والله لا 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 يعني أنا لا أستحق هذا الثناء، وأنا يعني والله ممتن الكلام الجميل ده، وإن كان هناك فضل ففضل الله أولا وأخيرا. طبعا يعني أنا أشكرك جدا على الكلام. الله يعزم عليك، ده أقل من الواجب. ربنا يكرم. تفاصيل بقى العمليات. شوف حضرتك الأستاذ محمد الحقيقة ضغط، أولا 61 سنة عنده ضغط، عنده سكر، عنده انسداد في الأنف بنسبة مثلا 80-90%، عنده انسداد في الحلق بنسبة 80-90%. أنا بقول أرقام، لكن إحنا بيبقى عندنا الحقيقة يعني جداول وعندنا سكورز كده بنحطها، لكن أنا بحاول أقرب الكلام. العملية بتاعته بفضل ربنا كانت من العمليات مش عايز أقول الصعبة ولا عايز أقول السهلة، ولكن هو يعني راجل يعني كده نحسبه على خير وكده طيب، وكانت عمليات السهله جدا جدا جدا. عملنا له طبعا تقويم للحاجز الانفي، وكانت الانف عنده عشان بقى لها فتره طويله فيها مشكله، فكانت نسبه الانسداد فيها داخليا كبيره جدا كمان. الحلق بتاعه انا عمليات الشخير الحقيقه انا مش عايز ابسط قوي واقول احنا شلنا اللوز وعملنا مش عارف ايه، لا عمليات الشخير كل حالة مختلفة تماماً عن التانية، بمعنى إن أنا ممكن لو قدامي 40 حالة كل حالة بتختلف في التكنيكاليتي اللي أنا بعملها عن التانية. فالأستاذ محمد كان عنده مشكلة في اللوز، مشكلة في الأربطة اللي حول اللوز أو الليجامنتس، بلاش ليجامنتس، العضلات اللي حوالين اللوز. عنده سقف الحلق عنده الحية برضو كان فيه ترهل، كان اللي هي كان فيها ترهل. العضلات بتاعت الحلق نفسه عنده اتشدت بطرق مختلفه وبطرق حديثه جدا. يعني نقدر نقول بفضل ربنا ان
كلامه هو أكبر دليل على نجاح العملية شكله عامل إزاي. ومرة تانية أنا بشكره الحقيقة على الكلام. الله طيب بشكركم إن أنتم شرفتونا النهاردة وأسعدتونا في حوار مهم جدا. يبقى الشيخير منطقة مخيفة جدا بالنسبة للناس، منطقة إن التنفس يبقى فيه مشكلة ودخول الأكسجين يبقى فيه مشكلة. في جملة مخيفة قوي اتقالت، خايف أسوق، خايف أسوق لأن الأكسجين لما يدخل قليل ممكن ينيم، ممكن ثاني أكسيد الكربون مستواه يعلى، وثاني أكسيد الكربون ده منوم ممتع بينيم الإنسان من غير ما يدرى. ثاني أكسيد الكربون لو علي في الدم الإنسان بيروح في النوم بتدريج مخيف للغاية، وده سبب كتير من الناس للأسف عملوا حوادث وربما فقدوا حياتهم بسبب القصة اللي احنا حكيناها دي، نوم أثناء القيادة بسبب عدم الدخول للأكسجين بشكل جيد طوال اليوم. وطبعا اللي بيبقى مظهره الشخير مظهر، لكن القصة قصة كبيرة جدا. ضيفي العزيزين الأستاذ دكتور هشام إبراهيم نورتني وشرفتني، وطبعا ضيفي العزيز الأستاذ محمد الغدواري نورت من سلامي طبعا لأهل بورسعيد الكرام الذين نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك والبرنامج المفيد والمثقف والصادق. أشكرك أشكرك شكرا فعلا يعني أشكرك. خليكم دايما مع الناس الحلوة. كيف تؤثر الدوالي على خصوبة الرجل؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب وضع في اعتباري انه سن الزوجه؟ ما هو انا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. لا انا لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اضبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3 شهور 6 شهور، فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه. هل كما نسمع ان واحد من كل 4 واحد من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ الدوالي دي من اكتر اسباب تاخر الحمل واكتر اسباب ضعف الخصوبه عند الرجال، يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتاخر الانجاب عندهم، يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكله في الانجاب 30% فيهم دوالي. من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش لها اي امل خالص لا بالعلاج ولا بالجراحه فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز فتح بيت ظلم مراته دخل في مشكلة كبيرة قوي عشان محدش شخصه بدري محدش لحقه بدري. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري مركز خصوبة. الخصيوم مرض شائع ممكن يحصل لحوالي 15% من الرجال بشكل عام. بعض الرجال ممكن يعدي وقت وهم مش عارفين ان عندهم المشكلة دي، بيكتشفوها كأحد مسببات العقم، لأن مرض دوالي الخصيوم ممكن يسبب عقم بنسبة تتراوح بين 19-40%. بعض الرجالة بيكتشف إصابته بدوالي الخصيوم مع الألم المصاحب للحكة، وخصوصاً لما يروح الألم ده مع الاستلقاء على الظهر أو لما يحس بتقل في الخصية، خصوصاً مع الوقوف الطويل والمجهود المستمر لفترات طويلة. وجود دوالي الخصية طبعاً بيضعف إنتاج الحيوانات المنوية، لكن تشخيصها سهل على الطبيب المختص وعلاجها ضروري جداً للتخلص من الألم وحالات تأخر الإنجاب. اهلا بكم. واحد من اهم المواضيع في عالم الذكوره لانه واسع الانتشار، بيبرز قالتها نسب كبيره، يمكن هتاكد من ضيفي العزيز النهارده الى انهي درجه وصل انتشار الدوالي. هل كما نسمع ان واحد من كل 4 واحد من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟
طب امتى؟ في اسئله كتيره طبعا. هو طبعا ناس كتير بتسالني دايما هو ليه فلان عنده ده ولا ما دام يكون مصاب. هل تلعب مثلا الانظمه الغذائيه الخاطئه دور؟ هل الموضوع مرتبط بالوراثه؟ هو طبعا الدوالي في كل مكان هو عبء في صمام يمنع ارتجاع الدم. الصمام الموجود في الوريد المفروض انه معمول ربنا سبحانه وتعالى خلقه في اي وريد عشان الدم يروح في اتجاه وما يرجعش تاني. الصمام ده لو حصل فيه عيب، عيب ده عيب غامض بين قوسين، قد يكون جيني، العوامل الجينيه، الوراثه، لكن في عوامل تلعب في الموضوع دور. يعني لما نشوف الدوالي بتاعه الساقين او الدوالي بتاعه الخصيتين هنلاقي نفس الميكانيزم، لكن الادوار بقى بتاعه ارتفاع درجات الحراره، النظام الغذائي الخاطئ، الوقوف الكتير، الضغوط اللي هو الاستريس، يعني اللي انا بشيل احمال كبيره، هل دي عوامل فقط ولا في عوامل اخرى؟ ثم يبقى الاسئله المهمه، كيف تؤثر الدوالي على خصوبه الرجل؟ التوقيت الخاص بالتدخل، متى اتدخل ومتى يكون العلاج الطبي؟ هل كل مريض عنده دوالي هيتعمل له جراحه؟ هي الاجابه لا بالتاكيد، بس مين ومين؟ هنحط الكاتيجورايزيشن بتاع ده فين وده فين؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب؟ وضع في اعتباري انه سن الزوجه، ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. يعني ممكن جدا الزوجه فاضل لها كام شهر وتدخل في المينوبوز في سن الياس، ما ينفعش بقى ساعتها اعمل ولا ينفع وفي نفس الوقت الجا للحقن المجهري؟ اسئله كتيره جدا في موضوع في غايه الاهميه، ولذلك النهارده انا سعيد جدا بوجود ضيفي من اصحاب العيار الثقيل ومن اصحاب القامات العلميه الكبيره، واحد من ميجا ستارز عالم الذكوره. النهارده هنجاوب جميع هذه الاسئله في واحده من اهم حلقاتنا مع واحد من اهم ضيوفنا، ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والتناسب بكليه الطب، استشاري امراض الذكوره والمؤسس لرئيس مجلس اداره مراكز خصوبه الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور عماد بيه. اهلا دكتور ايمن، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. منورنا وسعيد جدا بالموضوع وسعيد بوجودك طبعا. انا بسعد وجودي مع حضرتك دايما. الموضوع لانه موضوع شائك، في خناقه، وانت افضل من يفك هذا الحوار او هذه الخناقه حول الدوالي، وخصوصا الدوالي بترتبط في كثير من الاحيان بتاخر الانجاب عند الذكور. اكيد. نشرح بس للناس ما معنى الدوالي الخصيتين. زي ما حضرتك، موضوع الدوالي ده موضوع شائك، وعلى قد ما هو موضوع مهم في الخصوبه لكن موضوع فيه ديبيت واختلافات كتيره بين الناس، وامتى نعمل وامتى ما نعملش، فده موضوع مهم جدا. موضوع الدوالي يعني دوالي الخصيتين ده عباره عن ارتجاع للدم الفاسد المفروض اللي هو غير مؤكسد اللي بيطلع من الخصيتين في اتجاه الدوره الدمويه عشان يحصل له نوع من انواع الاكسده ويرجع تاني. ربنا خلق في الصمامات زي ما حضرتك ذكرت اللي هي صمامات الاورده، سواء في الرجلين او في الخصيتين او في الاماكن اللي بتمشي عكس الجاذبيه الارضيه، ان الدم ده الغير مؤكسد يطلع وممنوع انه يرجع تاني، صمامات تقفل عليه وما يرجعش تاني، لانه ده دم لو رجع هيعمل لنا مشاكل، لانه بالبلدي كده ده صرف. دم مش نظيف، دم غير مؤكسد معبأ بالشوائب. فالدوالي هي تراكم دم فاسد غير مؤكسد في الخصيتين وعدم مروره بالشكل الطبيعي في الدوره الدمويه. ده باختصار الدوالي. كيف تؤثر الدوالي على الحيويات المنوية، على خصوبة الرجل؟ الدوالي يمكن كان الاهتمام بيها زمان ان هي بس بتعمل وجع والناس بتهتم بيها، لكن طبعا بدأت الابحاث على الدوالي ان الدوالي دي من اكتر اسباب تأخر الحمل واكتر اسباب ضعف الخصوبة عند الرجال. يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتأخر الانجاب عندهم، يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكلة في الانجاب 30% فيهم دوالي. والتأخر السنوي يعني الناس اللي هم خلفوا مرة مرتين وتأخروا 60% منهم دوالي، عشان ما نقولش أنا خلفت مرة إزاي يا دكتور أنا عندي دوالي. أنت ممكن تخلف مرة لكن مع تطور الوقت الدوالي بتضغط أكتر والخصية بتضعف أكتر، احتمالية الخصوبة بتاعتك بتقل، فطبعا الدوالي بتأثر بشكل كبير جدا. موضوع الدوالي زي ما ذكرت حضرتك برضو في المقدمة هو انتشارها كبير. هو انتشارها كبير، هو زي ما حضرتك ذكرت هي ما بين 1 إلى 5، 20% بالظبط، 20% من الشباب عندهم دوالي مختلفة، دوالي ناحية واحدة، دوالي ناحيتين، درجة أولى، درجة تانية، درجة ثالثة، لكن ما بين كل 5 من الشباب عندنا 1
عنده دوالي. الحاجه المهمه بقى اللي احنا ما نعرفهاش واللي احنا ممكن تتوه عننا، الدوالي بتبدا في سن 12 سنه. يعني انا ممكن الطفل ده اول بس ما يعدل 12 سنه تبدا تبان الاورده فيه، واحنا بنشوف اطفال كده، وعشان كده بيسموها ادوليسنت فاريكوسيل او دوالي المراهقه، ان الدوالي بتبدا بدري في الاطفال دول، ودي خطيره جدا. ليه؟ لانها زي ما بتبدا بدري زي ما بتاثر بدري، بتاثر بدري على حجم الخصيه، انها تخلي الخصيه ما تنموش بالشكل الجيد، لان هي دوالي مستمره وفي ضغط على الخصيه، وبالتالي مش هيحصل نمو. موضوع الدوالي دي تاثيرها على الحيوانات المنويه كبير جدا، لان هي احنا بالظبط دوره دمويه، في دم بيتراكم، يبقى اذا الحراره هترتفع في المكان ده. الحراره بتاعه الدم وبتاعه الجسم 37 درجه، الحراره بتاعه الخصيه اللي بتشتغل فيها اللي جواها من جوه اللي في الانابيب المنويه اللي بتكون الحيوانات المنويه 34 درجه. اذا عندنا فرق 3 درجات في الحراره، عشان كده الخصيه وجدت في مكان خارج البطن عشان تحفظ هذه الحراره الفرق اللي فيها. وجود دم غير مؤكسد متراكم حوالين الخصيه هيرفع الحراره دي، وبالتالي هيأثر على انتاج الحيوانات المنويه. اكتر حاجتين هيتاثروا اللي هو حركه الحيوانات المنويه وزياده نسبه التشوهات، دي اكتر مشكلتين. الحاجه الثانيه تراكم الدم اللي هو غير مؤكسد، ده معناه ارتجاع لبعض الشوائب اللي فيه اللي موجوده، اللي هي هتاثر برضو على الحيوانات المنويه. برضو الضغط اللي بتعمله الدوالي على الدوره الدمويه في الخصيه بتسبب من نوع من انواع ان الدم الشرياني نفسه بيبقى ضعيف، ما بيعرفش يمر ويغذي الخصيه بشكل كويس. وكل النظريات دي الابحاث اتعملت فيها واكتشفنا ان دي كل دي نظريات تؤثر على قدره الانجاب او قدره الحيوانات المنويه، وبالتالي الدوالي اكتر سبب للحيوانات المنويه اللي هو ممكن يعمل لنا مشكله في الحيوانات المنويه. فالدوالي سبب مهم جدا لازم نشخصه ولازم نشوفه، ولحسن الحظ من احسن وافضل الاسباب اللي بتدي نتائج في تاخر الانجاب عند الرجال، بشرط ان احنا نشخصه صح ونختار العمليه صح ونختار التوقيت بتاعه العمليه صح. التشخيص ليس فقط ان انا اقول ان المريض ده عنده دوالي ام لا، ولكن التشخيص يتضمن ايضا الدرجه، يعني الدوالي دي في انهي درجه بالظبط. زي ما حضرتك ذكرت الدوالي احنا عندنا 3 درجات من الدوالي، درجه 1 ودرجه 2 ودرجه 3. الدرجه الاولى هي دوالي خفيفه، درجه 2 دوالي متوسطه، درجه 3 هي دوالي كبيره. دايما احنا بنتعرض للعمليات في درجه 2 ودرجه 3، يعني الدوالي رقم 2 والدوالي رقم 3، وبرده مش في كل الحالات زي ما حضرتك ذكرت. انا ممكن يبقى عندي درجه 3 وما اعملهاش. امتى ما اعملهاش؟ لو انا عندي مشكله ثانيه اكبر من الدوالي، حد عنده ضعف في الخصيه، نمور، مشاكل في الكروموزومات زي كلاينفيلتر سندروم والحاجات دي، مشاكل تانية كبيرة مخليها الخصية ضمرة وصغيرة فيها دوالي، مش هيستفيد يا ما عمله الدوالي، هضيع وقت وهضيع تكلفة بدون فايدة. الحاجة التانية برضو الدوالي يا ما تيجي وأنا عندي سن الزوجة متقدم جدا، ما قدرش أستنى، ما قدرش أعمل عملية وأقعد أتابعها سنة سنتين على لغاية ما الحيوانات تتحسن، تكون الزوجة عدت السن بتاع التبويض وبعد كده مش هلاقي بويضات نعمل حتى حقن مجهري. الحاجة التانية ان انا برضو لو انا عندي دوالي واحنا لسه في بداية التأخر الانجاب، بمعنى زوجين يعني لسه يا دوب 5-6 شهور زواج وعندي دوالي درجة 2، اوكي نستنى شوية وندي ترايل برضو للعلاج ونشوف الدنيا اخبارها ايه. لو الدنيا مشيت اوكي، ما مشيتش يبقى نعمل الدوالي. فاذا انا في الدوالي دي يا ما ناخد القرارات، ممكن نعمل بسرعة، ممكن نعمل بس نستنى شويه وما فيش عجله في الموضوع، ما نعملش. الثلاث احتمالات دول ما لهمش احتمال رابع. نعمل سريعا لو انا شايف ان الدوالي دي هي السبب الرئيسي، ما عنديش مشاكل تانية، عشان ما حدش يجي يقول لك يا دكتور احنا سمعنا الدوالي، في ناس عملوها وتحليلهم قل او ما خلفوش بعد كده. انا بقول ان هي السبب الوحيد، ما عندناش مشاكل تانية، لان لو عندي مشاكل تانية غالبا هعمل العمليه ومش هستفاد منها، لان ما زالت المشاكل التانية موجوده، وقد تكون مشاكل أكبر من الدوالي. فإذا لو الدوالي هي السبب الرئيسي وفي تعطيل للحمل لفترة كافية سنة سنتين ثلاثة، خلو الزوجة من أي أسباب تؤثر أو تؤخر الحمل عندها، خلاص الزوجة سليمة، أنا متأخر وما عنديش سبب تاني والدوالي تحت إيدي، يبقى أفكر بعيد ليه؟ من الذكاء أن أنا لازم أتعامل مع هذا السبب وبسرعة. طيب الحاجة التانية أن أنا ممكن أعمل العملية بس أدي فرصة شوية،
زي ما ذكرنا ان احنا عندنا دوالي والزوجه لسه بتتعالج عندها بعض المشاكل في التبويض تكيسات ولسه ما زالت تحت العلاج، لا ممكن استنى لان انا حتى لو عملت العمليه دلوقتي ما هي الزوجه عندها مشاكل فمش هيحصل حمل، لا ادي فرصه ان هي تظبط امورها وبعدين نعمل العمليه، او ان انا لسه واحد متجوز بقاله شهر شهرين واكتشفت ان عنده دوالي، لا انا ممكن ادي له فرصه استنى شويه خصوصا ده يعني متجوز جديد فانا مش هشغله بموضوع الدوالي ونعمل عمليه وادخله في ضغط نفسي بدري، فانا ممكن استنى. الاحتمال الثالث ان انا ما اعملش وممنوع ان انا اعمل دوالي صغيره ملهاش اي قيمه، دوالي مرتجعه رجعت مره تانية بسيطه، لان تكرار عمليات الدوالي على الخصيه يمكن يعمل لي مضاعفات اكتر ما يفيدني، فلو هي دوالي مرتجعه بسيطه ملهاش اي قيمه خالص مش هتاثر عليا. في مشاكل تانية عند الشخص ده اكتر من الدوالي، عيوب في الكروموزومات، انسداد في القنوات المنويه، مشاكل في الاعصاب، مشاكل في الانتصاب، عنده مشكله تمنع الحمل تانية غير الدوالي، يبقى انا الدوالي دي ملهاش قيمه قوي معايا، لازم افكر في المشكله الاكبر. دور الميكروسكوب هذا الانجاز الهام جدا في اجراء العمليه، ده الجديد في موضوع الدوالي. يمكن الدوالي او الجراحات او العمليات بتاعتها اتطورت ومشيت بمراحل كتير قوي، بدايه من الدوالي الجراحيه ان احنا نعمل الجراحه العاديه خالص تمام، ودي كانت مشاكلها ان احنا دايما الجراحه دي بتبقى يعني الجرح بتاعها كان كبير شويه ودايما بتتعمل بالعين المجرده، فده بيدينا فرصه او بيقلل ان احنا نركز ونشوف الشعيرات الدمويه كويس، الحبل المنوي، الشعيرات الليمفاويه، فما بنشوفش الكلام ده. فطبعا محتاجه الموضوع خبره عاليه عشان ما يحصلش مضاعفات. اللي بعد كده اللي ظهر في الفترات اللي بعد كده المناظير الجراحيه. المناظير الجراحيه ميزتها انها كانت بتعمل جرح صغير اول المريض يعمل عمليه ويمشي على طول، لكن مشكلتها ان ارتجاع الدوالي فيها كان نسبته عاليه يمكن عدى حوالي 10-15%. بعد كده الحاجات اللي هي ان احنا نعمل العمليه الدوالي بالقسطره او ان احنا نحقن حاجات معينه فبتسد الحيوانات المنويه وبتسد الاورده اللي هي راجعه الخصيه وبالتالي تمنع الدوالي. دي مشكلتها انها طبعا ان انا بحقن حاجات بسد بعض الشعيرات او الاورده، في اورده تانية كتير متشعبه ما بعرفش اسدها وبالتالي نسبه رجوع الدوالي كتيره. وصلنا في الاخر ان احنا نعمل دوالي جراحيه بدقه عاليه بجرح صغير، اشوف كل حاجه فيها واشوف الميكروسكوب وابص على الشعيرات واعملها بدقه، فمشينا في الجراحه الميكروسكوبيه للدوالي. فدي كانت اخر يعني حاجه اتعملت واحدث حاجه اتعملت، ويمكن نتائجها كانت في السائل المنوي وتحسنه كانت ممتازه جدا بالمقارنه للطرق الاخرى لعمليات الدوالي. المتابعه ليها قيمه مهمه قوي بالنسبه للمريض الدوالي. طبعا الدوالي المتابعه هي نص العلاج. بمعنى في ناس كتير بيعملوا الدوالي، ممكن جراح الذكوره المتخصص، ممكن جراح مسالك بوليه، ممكن الجراح العام بيعمل الدوالي، لكن مين يقدر يفهم ما بعد عمليه الدوالي انه يكمل المرحله ويمشي الطريق وشوف، لان احنا عملنا الدوالي وسيبنا المريض ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، لان لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اظبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3-6 شهور لغايه ما الامور تتظبط وعيني على التحاليل وعيني على كل حاجه اقدر اظبطها. فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه، يعني لو نجاح العمليه دي 80%، لو انا عملت العمليه وسبته هو 30-40% نجاح، ان العينين دول ممكن يخفوا ويخلفوا طبيعي. لكن لو انا مشيت الطريق كله عملت وتابعت ومشيت، لا انا هضمن كده على الاقل 80-90% نتائج للعمليه. هنا بقى انا عندي ابو العريف لازم يفتي في الدوالي، انا عايز اسمع يا ترى هيقول ايه ابو العريف، لانه واحد من اكثر المواضيع فتيا في الحياه. نسمع ابو العريف. يا باشا مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك، الناس بقت تكسل حتى تتعالج، يقول لك اعمل عمليه واخلص مهما كان الموضوع بسيط. يعني مثلا فور اكزامبل موضوع دوالي الخصيه، الناس بتتكلم ان ملهاش علاج غير العمليه، ويبقى الكلام نوع العمليه ايه؟ جراحه تقليديه ولا ميكروسكوب وتقنيات حديثه؟ طب الدوالي دي يا اخوانا بتيجي منين؟ ما هي اما دهون وكوليسترول زياده مأثرين على الدوره الدمويه وجريان الدم جوه الشرايين، يا اما الجينز والملابس الضيقه. طب ما تشيل دمان ده يرتاح، ده عندك الواحد يلبس ملابس فضفاضه ويمنع الدهون وياكل اكل صحي، ولا عمليه ولا يحزنون ولا ايه؟
دايما الفتيين يروحوا قايلين جمل ترفع الضغط عندنا على طول، تسمع جمله ملهاش علاقه بالموضوع خالص. كوليسترول ايه دي مش في شرايين، دي في اورده بالظبط. يعني الكوليسترول والحاجات دي ملهاش اي علاقه بالدوالي خالص، دي مشكله ورديه. وبرده ملهاش علاقه بالهدوم الضيقه، احنا نلبس هدوم ضيقه والكلام ده احنا كل الناس بتلبس بوكسرات او هدوم ضيقه مفيش مشكله، بس ما تبقاش ضيقه قوي. لكن الهدوم او السلوك او الاكل ملوش اي علاقه بالموضوع. الدوالي ده عيب خلقي احنا بنتولد بيه، لكن بيزيد مع بعض الممارسات، ان احنا نقف فترات طويله نعمل حزق او نضغط او نشيل حاجات تقيله فترات طويله، فدي بتزود الدوالي. العمليه لو هي بسيطه لا مش شرط نعملها، زي ابو العريف ما قال ان احنا نعمل عمليه ونخلص الموضوع، لا طبعا نعملها في اوقات معينه وما نعملهاش في اوقات معينه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والتناسل بكليه الطب، استشاري امراض الذكوره والمدير والمؤسس لمراكز خصوبه. نورت الناس الحلوه وكالعاده نورت لنا حته مسلمه. سعدت بوجودي معاك دكتور ايمن، ودايما سعدت بوجودي في البرنامج. قد احنا اللي شرف لينا وجودك دايما معانا، خليكوا دايما معانا مع الناس الحلوه. الصغيرين ولا الكبار يستفيدوا اكتر من التقويم؟ لان في ناس كتيره برضو بتفكر ان التقويم معمول لصغار السن هيجيب نتائج افضل، كل ما اكبر كل ما التقويم نتائجه هتبقى اقل. التقويم اتعامل في اي سن طالما حاله العظم والاسنان واللثة سليمه وحلوه ما فيهاش مشاكل. ولكن بايولوجيك التقويم في السن الصغير افضل. ليه؟ عشان انت عندك جراث مانر شغال معاك، يعني عندك نمو شغال، فاكيد النمو بيساعدك ان انت تجيب نتائج افضل. اهلا بكم. عشان اوريكم قيمه الاسنان انا هحكي لكم قصه صغيره خالص. في نجم سينما مشهور جدا اسمه كريستوفر ووكن. كريستوفر ووكن ده واحد من اهم نجوم السينما الامريكيه. انا هوريكم صورته الطبيعيه. ده كريستوفر ووكن خد اوسكار، جائزة أحسن ممثل مساعد أعتقد في أفلام في صيد الغزلان. ده من الناس اللي يعني عبقرة في التمثيل. زي ما انتم شايفينه ملامحه لطيفة جدا، هو راجل أمريكان كلاسيك. جي تيم بورتون ده مخرج عالمي من المخرجين العبقرة، عمل فيلم اسمه سليبي هولو بتاع جوني ديب. جوني ديب وتيم بورتون دول عملوا كلاسيكيات كده، مجموعة من الأفلام الحلوة جدا. فجابوا كريستوفر ووكن عشان يعمل دور مخيف كريبي، هو الشخصية المخيفة في الفيلم، شخصية شبح محارب، وهذا المحارب مخيف جدا جدا والقصة طويلة. يعني عشان يعملوا له شكل مخيف عملوا إيه؟ هل عملوا له عينيه؟ هل عملوا له حاجة في مناخيره؟ عملوا له في سنانه، عملوا له شكل سنان مبرودة. طبعا هم ما عملوهوش في سنانه، هم حطوا زي حاجة على سنانه مش هيفقد سنانه. يعني لو ان العبقري الأسطورة المصرية محمود حميدة عملها، يعني بقى سبق كل الناس في العالم. محمود حميدة الرجل العبقري ده لما شال سنان في فيلم ده بقى يعني قمة الإبداع، يعني عمل وقمة الثقة في طب الأسنان. برضه هو شال سنتين طبيعيتين في فيلم ورجعهم تاني بزراع. هنا الراجل ده عملوا تغيير للشكل. تخيلوا لو احنا قسمنا الصوره، كريستوفر ووكن اللي على اليمين هو نفسه كريستوفر ووكن على الشمال، الفرق في السنان بين شكل واحد لطيف وشكل انسان مرعب. السنان قد كده ترعب؟ فقد السنان يرعب. عشان كده كتير من اللي عندهم فقد في السنان يجي يقول لك انا اعملوا لي سنان، ازرعوا لي سنان، لانه احفادي بيجروا مني، لان هم شافوا الفيلم بتاع سليبي هولو، فبالنسبه لهم العفريت ايه بدون سنان. تعالوا نقرب من الموضوع ده اكتر ونفهم اكتر مع ضيفتي العزيزه المبدعه دائما في حوار ممتع دائما في سردها. النهارده ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان، ماجستير جراحات الفم والاسنان، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، عضو جمعية الامريكية لجراحات الاسنان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، وحشاني خالص. ربنا يخليك. الاسنان اللي درجاتي مهمه جدا جدا. اكتر حاجه بندم اللي كانوا هو بجد مختلف اختلاف. كريستوفر ووكن ابدع فيه، ما اتكلمش ولا كلمه، سنانه هي المرعبه.
انا عايز اقول لك ان ممكن تقعد مع بني ادم تتكلم معاه في التليفون واول ما تشوفه يبتسم بس وكده الايمج بتاعته بتتغير تماما عندك وبتحس ان هو لا انت ممكن تحس بالبني ادم ده شرير تحس ان هو طيب تحس ان هو بتديك امبريشنز او امباكت كتيره قوي جواك من شكل سنانه يعني في حاجات كتير ممكن لو اسنان ديت اللي لسه ملتهبه في بواقي دم على الاسنان بيديك احساس من جواك انت عايز تكمل معاه او لا ده بلس برضو ان لما بيكون الاسنان فيها مشاكل ريحه الفم بتبقى مختلفه فانت ممكن تحدد علاقتك مع شخص سواء بوزيتيف او نيجاتيف عن طريق شكل اسنانه وطريقه كلامه الريحه اللي موجوده بتفرق كتير. تعالي نروح بقى في العالم الاسنان الى فرع في الاسنان مظلوم التقويم. ليه التقويم مظلوم قوي كده؟ ايه دور التقويم اساسا؟ التقويم ده من البرانشز الجميله جدا في طب الاسنان فيها كميه ذكاء وميكانكس لا تتصورها يعني احنا لو بنبني عماره مش هنذاكر كميه الميكانكس والفيزكس اللي بنذكرها عشان خاطر التقويم. ازاي انت ممكن تحط فورس تمشي الاسنان اللي هي اوريدي مبنيه جوه العظم. على فكره فيها فكره عظيمه جدا التقويم فعلا من البرانشز انا بحس انها عظيم. التقويم ده شيء رائع ان انت تحط سلك بزاويه معينه بفورس معينه باستك صغير وتقعد تحرك السنان لحد ما تجيب اوكلوجن ثابت العيان يكون راضي بشكله وما يرجعش تاني. لان دايما التقويم مشاكله ايه؟ تايم طويل ويقول لك ايه بعد ما خلعت جهاز التقويم السنان رجعت تاني. دي زي بالظبط فكره عملت فينيرز ووقعت او باظت او انطفت نفس الفكره من الاول الحاله ديت ما اشتغلهاش صح ما اتشخصت صح ولا اشتغلها صح. التقويم من الحاجات اللي فيها فكره وفيها اكسبيرينس هتمشي بقوه قد ايه وبتقعد تحسب بقى القوه والنيوتن والسنان والايدج بتقعد تحسب 100 حسبه علشان تمشي السنان مظبوط وتقف عند الحته الفلانيه ما تكملش في اتجاه غلط ممكن تمشي سنان تلاقي خط النص مشي معاك الناحيه الثانيه ودي على فكره موجوده كتير يعني فالتقويم من البرانشز اللي مظلومه عشان الوقت وعلشان الناس اللي ما اهتموش بجهاز المثبت فالسنان رجعت فدول الحاجتين اللي بيبوظوا سمعه التقويم. طيب العمر اللي بيبدا عنده التقويم امتى؟ العمر من اول ما السنان اللبنيه اللي تحت تبدا تبدل او اللي تحت واللي فوق الاثنين دول كده خلاص لازم الوقت دوت نبدا في التقويم لو حسينا بحاجه غريبه في بق الطفل. يعني مثلا الحاله دي حاله بروز في الفك العلوي. يعني الفك العلوي يعني بمنتهى البساطه عندنا بروز شديد فبتلاقي الابتسامه بتلاقي المريض مثلا يبتسم تلاقي ان انت شايف السنان وفي فراغ ما بين الفكين ده حاله بروز في الفك العلوي. الحاله ديت تستدعي انها تعمل تقويم. ليه؟ علشان تظبط العلاقه ما بين الفكين ببعض. انت لو سبتها يحصل ايه؟ الفك العلوي هيفضل يتمادى ويكبر اكتر ويبقى الشكل ملفت اكتر ومش مريح لا للمريض ولا للي قدامه بيكون شكل مش احسن حاجه. الحاله ديت لازم تعمل تقويم ولازم برضو الناس تفهم حاجه في التقويم. التقويم من الحاجات اللي احتمال كبير تعمل خلع للاسنان علشان توجد مكان للاسنان اللي طلعت بره مكانها. الحاله ديت كده احنا خلصنا. بص حضرتك العلاقه ما بين الفكين اوبتيمم مثاليه. الفك اللي فوق مغطي تلت او نص الاسنان اللي تحت مفيش فراغ بين الفكين مفيش تدخل صباعك ما بين الفكين. السنان كلها ستيبل بايت. يعني ايه ستيبل اوكلوجن؟ يعني اسنان كلها معشقه مع بعضها كده. ما ينفعش تبقى السنان مش معشقه تبقى واقفه كده فلافي فوق بعضها دي هترجع على طول كده العضه دي مش ثابته. ودي من الحاجات اللي الناس تيجي تقول ايه انا اسناني رجعت تاني بعد ما عملت تقويم. العضه ما كانتش ستيبل. لازم العضه تكون ستيبل يعني هي خلاص عشقت مع بعضها ثبتت على الوضع ده. التقويم غير الوقت وغير جهاز التثبيت الناس ما بتبقاش موافقه على مبدا ان احنا نخلع. بس هو الموضوع سهل قوي. ايه اللي خلى السنان تطلع زياده لبره او تتراكب على بعضها؟ مفيش مكان. طيب انا عشان ارجع السنان دي في مكانها اعمل ايه؟ اجيب مكان. اجيب مكان منين؟ تيجي الناس 90% طب هات المكان من ضرس العقل اخلع لي ضرس العقل وهو هيفرش. لا ضرس العقل ده في الاخر خالص
عمره ما هيديني سبيس قدام. دايما اللي يديني سبيس قدام هو حد من قدام. يعني انا دلوقتي عايزه اقعد في المكان الفلاني، انا اروح احجز كرسي في اخر القاعه؟ طب انا عايزه هنا، يبقى انا ورا مش هيفيدني بحاجه خالص، انا لازم اخلع من المكان ده. عاده بنخلع الضواحك اللي هي بعد الناب. ربنا خلق لنا في كل جنب في او في كل سايد في اتنين فوق واتنين تحت في السايد ده، في الناحيه الثانيه اربعه، يعني ما عندك 8، فانت بتخلع واحد من كل جنب. ده مش بيفرق زي ما انت متصور في الشكل وبتبقى اجلي وهمشي قد ايه خلع سناني، وعندهم اعتقاد انهم هيخلصوا التقويم والفراغ موجود. لا حضرتك، مش هخلص التقويم والفراغ موجود، الفراغ ده اصلا انا عملته عشان ارص فيه سنان، فهو اوريدي هيتملي. فبعد التقويم البيشنت هيطلع من غير اي فراغات في اسنانه خالص. لكن الناس عندها اعتقاد لا اخلع اسنان ابني، طب هو هتتخلع، لانه طول ما اسنان متراكبه او في عدم انتظام للعضه يا هيكسروا بعض يا اما هيسوسوا، وهتضطر برضو ان انت تعمل فيهم حاجه. فمن الاول لازم توجد المسافه باسنان اكسترا اللي هي الضواحك، احنا عندنا 4 في كل نص، يعني رقم مش حلو. ثانيا انت بتخلع علشان ترص باقي الاسنان مرتاحه. ثالثا عايز تحصل على العضه الثابته اللي هو ستيبل اوكلوجن. ستيبل اوكلوجن ده مفتاح لنجاح الكيس. يعني ايه ستيبل؟ يعني الاسنان دي مش هتغير وضعها تاني، يعني انت شلت كل العوامل اللي هتخلي الاسنان دي تغير وضعها. ايه هي العوامل؟ اولا لو في عادات لازم توقفها، لو في حركه زايده للسان لازم هيتوقف، ده كله جوه التقويم. طيب لو في العضه مش ثابته، الفك هيفضل ينمو لقدام والبروز بيزيد مع الوقت اللي بيعضوا على صباعه. الحاجات دي كلها لازم تقف بما فيهم ازدحام العضه. طالما في ازدحام يبقى احنا كده هنفضل في سيكونس مش مظبوط. عشان كده نقبل الخلع علشان خاطر نجيب نتيجه احسن. زي اللي داخل يعمل عمليه ويقول لك معلش والله بس ما تفتحش الجرح. امال هعمل عمليه ازاي؟ ما هو انا لازم افتح الجرح، ما هو ده حاجه بس في الاخر هطلعك من غير حاجه باينه خالص. فده شيء لازم يقبل. طيب هروح للانواع التقويم، الشفاف افضل ولا غيره افضل؟ لان دايما الاسئله اللي بتقول في خاطر الناس مين الافضل. الافضل مفيش في الطب قاعده تنطبق على كل الناس. كل حاجه ليها قاعدتها. يعني مثلا الناس بتتكلم على التقويم الشفاف المتحرك، دي طفره في طب الاسنان، بيبقى ده اسمه الاينر، يعني زي تلبيسه شفافه بنلبسها بتبقى تخينه من حتت ورفيعه من حتت، بتعمل فورسز معينه على الاسنان. في منها طفرات دلوقتي ان انت ممكن تحط فيها اساتك، ممكن تحط تعلقها في مسامير في اللثه وتسحب وتشد عليها، ليها فكره وليها تكنيك، بس هي فيها عيب واحد. اولا السكسس ريت بتاعها اقل من الجهاز الثابت، لان انت حطيت المريض متحكم في العلاج، ودي اكبر غلط او انا مش بحبها. طالما انت خليت حد غيرك هو اللي يتحكم في فتره العلاج او في طريقه العلاج، فالكلام دوت ما بقاش الكنترول بتاعه مظبوط. دي اول حاجه. تاني حاجه بتشتغل على سمبل كيسز ما بتشت او سمبل او مودريت، ما تشتغلش على حاجات تقيله، مش هتقدر تجيب الفورسز الكفايه في الوقت اللي انت متصوره. فانت متصور ان انت عايز وقت اقل، هي بتاخد وقت اطول لان العيان بيتحكم فيها. العيان انت المفروض بيلبس الجهاز 22 ساعه في اليوم. 22 ساعه، يعني الساعتين دول هو بياكل فيهم، اللي هم اللي مش هيلبسهم فيه اللي هو بياكل فيهم. عندك طفل يقول لك والله ضاع مني في المدرسه، وانا نايم قمت من النوم لقيته جنبي على المخده. راجل كبير يقول لك معلش والله كان عندي ميتنج وكان عندي بتاع ما قدرتش البسه. انت كده لعبت في عدد الساعات اللي المفروض تلبس فيهم الجهاز ده، بناء عليه كده اثرت على النتيجه اللي انت المفروض كدكتور تطلعها في تايم معين. فطول ما انت بوظت في المانر بتاع الشغل بتاعك، المريض بوظ لك حاجه في المانر بتاعك، فانت عندك الوقت بيتغير، السكسس ريت بيتغير في الشغل في الحاله دي. فالمزايا الوحيده او الميزه الوحيده في التقويم الشفاف ان هو ما هواش بريسز لازق على السنان. تقدر تحضر ايفنتس، تقدر تحضر حاجه بالتقويم الشفاف. عيبه فيري سمبل كيسز، مودريت كيسز بالعافيه علشان تجيب نتيجه
ومش اكيد هتجيبها عشان في فاكتور تاني دخل معاك في الموضوع. الصغيرين ولا الكبار يستفيدوا اكتر من التقويم؟ لان في ناس كتير برضو بتفكر ان التقويم معمول لصغار السن هيجيب نتائج افضل، كل ما اكبر كل ما التقويم نتائجه هتبقى اقل. التقويم يتعمل في اي سن طالما حاله العظم والاسنان واللثه سليمه وحلوه ما فيهاش مشاكل. ولكن باي لوجيك التقويم في السن الصغير افضل. ليه؟ عشان انت عندك جروث مانر شغال معاك، يعني عندك نمو شغال، فاكيد النمو بيساعدك ان انت تجيب نتائج افضل. لكن التاني هيجيب بس هياخد وقت اطول شويه، لكن الاثنين هيجيبوا نتائج حلوه. يعني مثلا حاله زي كده، الحاله دي جميله جمال، انا بالنسبه لي رائعه. طبعا هي فيها حاجات كتير ملخبطه، عندنا مشكله في العضه، عندنا مشكله ان النياب مش عارفه تنزل عشان ما فيش مكان، عندنا العلاقات كلها متلخبطه. يعني الحاله ديت انا حباها، يعني فيها شغل وفيها فكره. فالحاله ديت لازم تركب جهاز تقويم ثابت مش هيجي متحرك. ممكن نختار الشفاف في البلاطات، يعني البريسز نفسها تبقى شفافه، لكن كجهاز شفاف ممكن، بس هتقعد سنين والنتيجة مش هتطلع أكيرت. لكن طول ما انت شغال ببريسز والواير، وانت اللي عامل واير بإيدك أو السلك بإيدك، وانت اللي نازل بالفورس بإيدك، لأ انت بتقدر تتحكم في السنان، تطلع مرصوصة 100%. ينفع في الحالة دي تعمل تقويم شفاف متحرك؟ ينفع، بس مش تديك النتيجة دي أبدا. وما تديكش الاستابيليتي بتاعت البريسز الثابتة على الأسنان. فالناس لازم تخلي الفكره ديت الدكتور هو اللي ينصحك. مفيش حاجه اسمها تروح للدكتور تقول له لا انا عايز الشفاف المتحرك، مش حاجه اسمها كده. عايز نتيجه، يعني انا دلوقتي بقيت انا مش هعمل الا كذا في الحاله دي، مش هقدر اعملها، مش هعمل غير كده. ليه؟ لان العيان بيبقى متاثر بكلام حد تاني او كيسز تانيه، فيجي عايز يطبق الحلم التاني او الحلم اللي هو شايفه، لا انا مش بوافق على كده خلاص، ما بقيتش حابه الفكره خالص. دلوقتي احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لعلاقات الاسنان كلها بقت مثاليه، وصلنا لستيبل بايت، يعني العضه ديت مهما حصل مش هتتغير تاني. العيان لازم يلبس ريتينر، بس لو ما لبسوش مش هيحصل حاجه، مش هيحصل، العضه مش هتبوظ. ليه؟ عشان دي ستيبل بايت، العضه مظبوطه خلاص، عشقت مع بعضها، مش هتتغير كده خلاص، هي وصلت للاستابيليتي الكاملة. بالنسبة مثلا أقولك على حاجة لطيفة قوي، في حد كان جاي يكشف من على الكاونتر بره، ريسبشن كاونتر بره، جايب هي ست جايبة صورة ممثلة معروفة، بتقولك أنا هاجي وهدفع فلوس، أنا هطلع دي. يا جماعة عندنا تأثر شديد بالفنانين والتجميل اللي عاملينه الفنانين. هو حقيقي مش هتطلع هي ممكن تطلع احلى منها على فكره. هي مش تطلع هي، لان فعلا هي مش هي، فما ينفعش ان احنا نقول والله انا جاي اعمل دي، انا عايز اطلع دي. بيعملوا ده في التجميل العادي، بيعملوا في تجميل مناخير وتجميل الجسم. لا بس مش هتطلع، مش هتدخل منى تطلع امل، مش هينفع. لا بيعملوا كده، لا حتى في مشاهد في مسرحيات وفي مسلسلات وافلام مشهوره بتاعت انا عايز الصوره دي، مش هتطلع هي والله. مش هتطلع هي ممكن تطلع احلى. ليه احنا زانقين نفسنا في خانه انها ممكن تطلع احلى منها على فكره؟ بالزبط. يعني ليه؟ وبعدين هو ما فيش اتنين نفس الشكل، ده البني ادم ليه بصمه، يعني ده مش زي ده. انت لو جبت اتنين فيميلز لبستهم نفس الفستان من نفس المحل بنفس المقاس، دي هتطلع بشكل ودي هتطلع بشكل. هو ده موضوع له علاقه بالدراسه النفسيه للحاله، لانه اكيد في مشكله نفسيه. خلينا نروح للزراعه بقى. الزراعه عالم مثير ومهم جدا. طبعا الزراعه ايه مخاطر ان الواحد يسيب سنان مفقوده ولو حتى مش باينه بدون ان هو يعوضها؟ ايه المخاطر بتاعه ان انا طنش واجل موضوع الزراعه لفترات معينه؟ برضو تقنيه الزراعه، دور الاشعه المقطعيه مع الزراعه، كل ده مهم في دماغ الناس. اوكي. انا لسه قايله الكلام ده الصبح، بس نقوله تاني. نفس الاسئله بتسالها كل يوم من المرضى. ايه اللي هيحصل لو احنا ما زرعناش؟ السنان اليمين وشمال المكان الفاضي والفك المقابل، السنان دي كلها هيحصل لها مشكله. السنان اللي حوالين المكان الفاضي هتبدا تميل عشان تقفل المكان الفاضي. ليه دي تندنسي ربنا خلقها في السنان؟ طيب السنان اللي في الفك المقابل هتبدا تريح في مكانها، يعني هتطول تبدا تنزل. طب ايه المشكله لما هي تطول؟
المشكله مش في انها تطول، المشكله انها لما طولت خلت بالعلاقه مع الدروس اللي قبلها واللي بعدها. فالسن اللي طولت او الدرس اللي طول ده في حد ذاته هيدخل اكل يمينه وشماله، يبقى هيبوظ لك الدرسين اللي يمين وشماله. الدرس اللي طول ده بس كده المشكله بتاعته. طب وتحت السنان اللي يمين وشمال المكان الفاضي هتبدا تميل عشان تقفل المكان الفاضي، فلما هي تميل هيحصل ايه؟ تفتح فراغ جنبها، تبدا تسوس السنان اللي جنبها. فنبدا عاملين زي ايه، عارف، حته جبنه كده وحته جبنه كده عشان نوزن الميزان، فالدنيا تبوظ خالص. ده اكبر غلط. لازم تركب ان شاء الله، تركب حاجه متحركه، تركب اي حاجه، بس ما تسيبش المكان ده فاضي عشان العلاقات اللي جنب السنان المخلوعه واللي في الفك المقابل للسنان المخلوعه، العلاقات ديت ما تبصي. طيب احنا لو بوظنا الدنيا وخلاص وحشينا السنان اللي سوست نتيجه تحشيه الاكل، ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ اللي ممكن يحصل بعد كده ان السنان اللي قدام تبدا تفتح. دايما يقول لك ايه، ما ظهر ليش الفراغات اللي في الاسنان دي غير لما كبرت في السن شويه، او عديت الاربعين، او عديت كذا. هو مش القصه في النمبر، مش الايج نمبر، القصه في ان حضرتك بقالك كام سنه سايب المكان اللي ورا فاضي، فابتدت السنان تفتح من بعضها. فده في حد ذاته بقى هيخليك تجري على الدكتور وتقول له ايه، ارجوك ركبني فينيرز قفلي الفراغات دي. خطوات الزراعه، خطوات ودور الاشعه المقطعيه. من خطوات الزراعه هي الاشعه المقطعيه. الف ب لازم اشعه مقطعيه واضحه. المبدا بتاع اعمل بانوراما وتوكل على الله، كلنا متوكلين على الله، بس لازم نعمل اشعه مقطعيه، لازم نعرف الابعاد. لو حصل مشكله واحد في المليون المريض هيبقى متضايق جدا. يعني مثلا حاله زي كده ما ينفعش ان احنا نحكي ونتكلم ان احنا ممكن نشتغل من غير اشعه مقطعيه. في جذور كتير مكسره وفي سنان حالتها مش احسن حاجه خالص، السنان ديت لازم اشتغل باشعه مقطعيه عشان انا اعرف اوزع الزرعات واعمل زوايا ميل كويسه او مناسبه للتركيب على الزراعه. يعني التركيب على الزراعه هو هدفي الرئيسي، مش الزراعه هي الهدف الرئيسي. دايما في مقوله انا اخترعتها مش بتاعت اي حد، انا اللي قلتها. يبقى تبدايش الكلام بكان دايما في مقوله. لا دايما حلوه في دايما في مقوله دي. لا العيان دايما بيقول لك ايه، انا عايز درس اكل عليه. فانا بقى اللي قلت المقوله ديت، دايما العيان seeking for tooth not for implant. العيان جاي طالب سنه، انت بقى عملت له زرعه علشان تعمل له سنه، فهو شايف العين دي بتاعتك، هو عايز سنه ياكل عليها. عشان كده العيان عايز ياكل او عايز سنان تبدو شكلها قدام الناس حلو، ما يبقاش ماشي ببق فاضي. فالزراعه بالنسبه له ما هي الا فلوس اتدفعت، لكن هو ملوش دعوه باي حاجه خالص. هو ليه دعوه ان انا عرفت اركب ولا لا، التركيبه طلعت حلوه ولا لا. علشان كده اهم حاجه في الزراعه انك تطلع باراليزم وتوازي مظبوط، واعرف اركب سنان شكلها حلو. طب ما انا ممكن اعمل توازي بس سنان كلها طالعه لبره، يبقى هو اصلا من قبل ما يخلع ما كانش عنده مشكله، انا طلعته بضب. ما ينفعش، لازم انا اطلع البيشنت سيكينج فور توث نوت فور امبلانت، هو عايز سنه. لما يجي لك انسان عايز يعمل زراعه فك بكامل ما عندوش سنان بقى خالص، هنا ما عندناش حاجه هيقيس عليها. مش جاي بقى فور توث، ده جاي فور اشعه فيلم. لازم عندك اشعه هتعمل سيتنج للامبلانتس عليها، لازم يبقى عندك نوليدج كفايه ازاي تقرا الاشعه ديت، تقرا اللي هتحط الزرعه بزاويه ميل قد ايه في العظم، هتحتاج تدعيم عظم قد ايه. ودي بعض الناس ما بيبقوش مستوعبينها، الناس العاديين مش مستوعبينها، فاكرين تدعيم العظم دوت بيزنس. لا هو مش بيزنس، هو ده بيزود لك الديورابيليتي، يعني بيخلي لك الزرعه دي تعيش فتره اطول. طب ما في ناس كتير بتعمل زرعه ما بتقعدش. طب ما لازم الديورابيليتي تكون محسوبه كويس. حاله زي كده، الحاله دي جميله جدا. طبعا النص اللي فوق ده خلاص ما بقاش خلاص في حاجه تسكر، يعني النص الثاني السنان دي كلها ملخلخه، كلها يعني التركيبه ديت راح جايه كده في بقه، بس طبعا الصوره ما تبينش اللخلخه. احنا طبعا خلعنا كل الاسنان في الفك العلوي، فما بقاش عنده اسنان خالص. ابتدينا ان احنا طبعا اول حاجه اشعه مقطعيه، ودي بيز، دي مش هزار، دي بيز. اشعه مقطعيه حددنا اماكن الزرعات اكوردنج للسنان اللي هنخلعها،
علشان انا لازم استفيد من اماكن السنان اللي انا هخلعها. عملنا تركيبه بالتكنولوجي، في ناس كتير بتغيب عنها، احنا بنستخدم تكنولوجي اللي هو سكرو ريتيند كراونز. سكرو ريتيند يعني ايه؟ يعني التركيبات دي كلها متركبه بمسامير بيوصل التركيبه الخارجيه بالزرعه الداخليه. يعني ده مسمار، غير كلمه مسمار هي زرعه، لا ده مسمار تاني احنا بنوصل بيه، بحيث ان في اي وقت المريض عنده اي مشكله او اي اعتراض ممكن جدا نفك التركيبه. على فكره بتحصل، بيجي عيان يعني يقول لك في حاجه مضايقاني، حاسس بالتهاب، حاسس بكذا، السنه منهم اتكسرت، كنت باكل حاجه ناشفه قوي، انا كسرت السنه دي، بتلاقي نفسك مضطر تشيل التركيبه. فعادي بتفك المسامير، تحل له مشكلته، ترجعها تاني زي ما بيتقال لك كده، ايه، بتقوم مركبها تاني في مكانها. موضوع فيري ايزي، بس هو مكلف. سكرو ريتيند طبعا، بس مكلف. علشان الناس دايما تقعد تقول ايه، طب ما هو بتحطي انت الوصله او الاباتمنت وبتبردي الاباتمنت وبتاخدي عليها مقاس. ما بنشتغلش كده اصلا، لان لو حصل مشكله في السنان اللي مبروده بالطريقه دي حضرتك خلاص هتعيد كل تاني على حسابك. طبعا دي حبيبه قلبي، نفس الفكره. دايما الناس اللي في السن دوت الحلوين اللي انا بحبهم قوي يقولوا، واحفادنا هم اكتر حاجه بخلتنا نيجي نعمل سناننا، كلهم دايما يجمعوا على كلمه، انا بتكسف اتكلم مع احفادي، انا كل ما بيجوا يزوروني بلبس ماسك، انا عايز اتكلم معاهم وعايز يشوفوا وشي وانا قاعد مرتاح، ما بقاش قاعد دايما متكتف ومش عايز اتكلم ومش عايز انطق. دايما ديت الشكوى رقم واحد. بعد كده يقولك انا عايز اكل. دايما الناس الاكبر في السن بيبقى هدفهم احفادهم اكتر من الابتسامه واكتر من الاكل. طبعا برضو في زراعه فك بالكامل. طبعا زراعه فك كامل. طيب احنا عملنا ايه؟ بص هي حتى ابتسامتها حلوه. هي حاسه يعني حتى وهي في الصوره بتحسها بتضحك من قلبها. طبعا اول حاجه اشعه مقطعيه، حددنا اماكن الزراعات علشان اطلع زوايا ميل التركيبه حلوه كده، لا طلعتها ببروز ولا طلعتها عضه معكوسه ولا طلعتها شكل تاني. هي نفسها حست انها ما شاء الله عارفه تاكل، عارفه تتكلم مع احفادها، خلاص نو مور ماسك، ما بتلبس ماسكات في البيت ولا بره البيت، خلاص عايشه افضل، حست انها فعلا قدرت تستفيد. فلو انت بقى كنت عامل لها احلى زرعه في العالم واحلى كل حاجه في العالم، بس شكل السنان في الاخر طلع وحش، هتلاقي المريض مش مبسوط خالص. عشان كده القصه مش في انك تحط زرعه، القصه في ان انت تعرف تعمل لودنج على الزرعه، يعني تعرف تركب على الزرعه. اجمل حاجه في الدنيا ان ست بالقمر ده تضحك الضحكه الحلوه دي. جميله ما شاء الله، تحس ان الضحكه بتاعتها موتيفيتنج كده، جميله. انا كده اسعد حاجه في الدنيا. الحمد لله، نورتي وشرفتي. ميرسي يا دكتور ايمن. فاتي العزيزه المبدعه دائما دكتوره اسراء السيد، استشاري جراحات الفم والاسنان، ماجستير جراحات الفم والاسنان، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الفم والاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان، ابدعت في شرح والتفصيل لفرعين مهمين جدا من فروع طب الاسنان، التقويم والزراعه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.